كانت ثورة 25 يناير ثورة واضحة، ثورة كل المواطنين. كانت ثورة 25 يناير ثورة صريحة في شعاراتها التي تطالب بالحرية والمساواة. كانت ثورة 25 يناير حريصة على إنهاء كل انتهاء حقوق كل إنسان على أرض هذا الوطن. بعد عامين ونصف العام من اندلاع هذه الثورة، وبعد الكثير من دماء الشهداء، وبعد الكثير من التضحيات، ما هو حال المواطنة في مصر اليوم؟ كيف حال حقوق الإنسان بعد أن سمعنا مؤخرا عن استمرار لبعض حالات التعذيب والانتهاكات في أكثر من مكان؟ عن المواطنة وحقوق الإنسان تدور ثالث حلقتنا من حلقات الحوارية النقاشية أصوات من مصر، بدعم من المعهد السويدي بالأسكندرية وبمشاركة مكتب الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة. لازلنا نسأل عن المواطنة وعن حقوق الإنسان رغم مرور أكثر من عامين ونصف العام على هذه الثورة. أرحب أولا بضيوفي الأستاذ جمال تاج الدين، أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين والمستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة. أهلا بك أستاذ جمال. أيضا أرحب بالأستاذة الدكتورة نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو المجلس القومي للمرأة. أهلا بك يا دكتورة. وأيضا الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور والمستشار القانوني للحزب ومساعد رئيس الحزب للشؤون القانونية. مظبوط كده يا دكتور؟ أهلا بك يا دكتور طلعت. وأخيرا وليس آخرا الأستاذ حافظ أبو سعد، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والذي يعني كان متواجدا في هذا الحقل طوال سنوات وعهود سابقة طويلة. أهلا بك معنا أستاذ حافظ. قبل بس ما نبدأ في الحوار، خلونا نشوف مع بعض حال المواطنة وحقوق الإنسان خلال العامين الماضيين. لم تنجح الثورة المصرية بعد أكثر من عامين على قيامها في إنهاء لغط كبير أو تحقيق تقدم ملفت في ملف حقوق المواطنة داخل الدولة، سواء فيما يتعلق بالأقليات العرقية أو الدينية. إحنا الشعب الخط الأحمر. إحنا الشعب الخط الأحمر. فعلى الصعيد الاجتماعي وفيما يتعلق بوضع المرأة، وبرغم مشاركتها القوية خلال الثورة، فإن وضع المرأة شهد تراجعاً في مراكز صنع القرار، سواء داخل الحكومة أو البرلمان بغرفتيه تراجعاً كبيراً، وبنسبة مشاركة لا تتعدى 2%، برغم المشاركة النسائية الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية، سواء المتعلقة بالاستفتاء على الدستور أو الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية. أما الملف القبطي والذي كان تفجير كنيسة القديسين في الأسكندرية سابقاً بأيام لاندلاع الثورة، فظلت أزماته تراوح مكانها، حيث لم يصدر قانون موحد لبناء دور العبادة، وتكررت الأزمات الطائفية في صورة اشتباكات متكررة لأسباب تتباين بين بناء كنائس جديدة أو اختفاء فتيات، وصولاً إلى علاقات عاطفية بين شباب من الجانبين يكون الحل عادة فيها من خلال تدخل قبلي وعشائري دون الاحتكام إلى القانون. أما في أقصى جنوب مصر وفيما يتعلق بملف النوبة، فلم تنجح الثورة في إنهاء شعور بالظلم عايشه النوبيون خلال عقود طويلة، حيث ما زالت جهود إعادة توطين النوبيين في أراضيهم القديمة تراوح مكانها، كما أن الدستور الجديد لم يشر صراحة إلى حقوق النوبيين في تلك الأراضي. هذه التطورات جاءت أيضاً في وقت تحذر فيه منظمات حقوقية من أن ملف حقوق الإنسان يشهد هو الآخر انتكاسة شديدة في ظل الصراع السياسي الدائر حالياً، مشيرة في ذلك إلى تعامل قوات الأمن العنيف أحياناً بحق المتظاهرين وقضايا حبس عدد من الناشطين السياسيين. إذن ماذا عن المواطنة؟ نبدأ من الأستاذة الدكتورة نيفين مسعد. دكتورة نيفين، بإيجاز، ما هو مفهوم المواطنة؟ ولماذا انشغلت العلوم السياسية في السنوات الأخيرة بالمواطنة وضمها إلى العلوم السياسية؟ يعني خلينا أقول إنه المواطنة هي مجموعة من الحقوق اللي بتثبت للمواطن بحكم علاقته بالدولة، فهي مجموعة من الـ مش عايز أقول الامتيازات، ولكنها زي ما قلت الحقوق التي يعترف له بها بوصفه مواطنا.
بداية ظهور المفهوم ده بترجع للمجتمع الأثيني للدولة اليونانية، لما كان هناك مجموعة من الحقوق السياسية بالأساس تتمثل في التشريع والمشاركة السياسية إلى آخره، بتقصر على مجموعة محدودة من البشر. هؤلاء البشر كانوا هم الذكور، كانوا هم الأحرار وليسوا العبيد، وكانوا هم النبلاء. هذه المجموعة من الحقوق السياسية ثبتت في هذه المرحلة، ثم بالتدريج أصبح هناك توسيع لنطاق هذه الحقوق لتشمل بالإضافة للحقوق السياسية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكمان ليتم تخطي بقى الحاجز المتعلق بالذكورة، فأصبحت هذه الحقوق تتاح للنساء، وأصبحت أيضا تتاح لفئات اجتماعية واقتصادية أوسع، وطبعا انتهى مفهوم العبودية في العالم. لماذا تهتم بالعلوم السياسية بالمواطنة؟ لأنه الجوهر المواطنة هو مفهوم المشاركة السياسية. صحيح أن هناك أبعاد مختلفة لمفهوم المواطنة، لكن أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية، لكن الجوهر هو المشاركة السياسية التي هي صلب أي نظام سياسي. قضية الأقليات على سبيل المثال، أو التعددية الاجتماعية التي أشار إليها التقرير، هذه الأقلية وثيقة هذه القضية، وثيقة الصلة بمفهوم العلوم السياسية وبنطاق اختصاص العلوم السياسية، وأيضا قضايا المرأة. فبالتالي هذا من صميم اختصاص العلوم السياسية الاهتمام بهذا. أستاذ جمال، يعني أنت حقوقي قبل أن تكون عضوا بجماعة الإخوان المسلمين، وقبل أن تكون مستشارا لحزب الحرية والعدالة، يعني كيف ترك حقوقي من موقعك يعني حال المواطنة في مصر منذ ثورة يناير وحتى اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحيات لحضرتك وأشكرك شكر عميق على أن سمحت لي بهذه الفرصة الطيبة، وأنا في الحقيقة سعيد بالحضور وبحييكم على الحضور، وبتفحص هذه الوجوه الطيبة من الشباب، وبقول إحنا يعني شايفين جزء من مستقبل مصر المشرق إن شاء الله. لا شك أنه الحديث عن المواطنة لا ينبغي أن يكون حديثا عن التفسيرات القانونية، أو لأنه في الحقيقة كثير من النصوص وضعت، وكثير من الدساتير كانت تحوي أروع ما يمكن من المبادئ الدستورية، إلا أنها بكل أسف لم تتعدى الأوراق التي كتبت عليها من الناحية التطبيقية والعملية. ومن ثم أعتقد بأنه مشكلة المواطنة بدأت، وأنا واحد من الإخوان كنت بشعر أنا وزميلي المسيحي أو المواطن المسيحي بأن إحنا الاثنين مهمشين في هذا الوطن. أيام ما قبل ثورة 25 يناير لم يكن يسمح لأحد من الإخوان المسلمين بأنه يتحدث في الإعلام، أو يتحدث يعني يكون له مقال، أو يشارك في حوار على جريدة في الإعلام الحكومي. أو... يا أستاذ جمال، نعم، في الإعلام الحكومي. الإعلام الحكومي نعم. وبالتالي كان الإحساس بالاعتداء على حق المواطنة، وبأن أنا مش شاعر أن أنا مواطن، كان يعني بيشعر بها الفرد من الإخوان المسلمين أو الاتجاهات الإسلام السياسي، وكذلك إخواننا المسيحيين اللي ما كانش بيندب حضورهم في العمل السياسي إلا قليلا. دي نقطة. النقطة الثانية أنه حين نتحدث عن المواطنة ينبغي أن يكون حديث من خلال ما نشعر به نحن في الواقع السياسي، لا من خلال ما نقرأه من النصوص. يعني أنا سعدت جدا حين علمت أنه منذ أكثر من 18 سنة لم يصدر قرار رئاسي من الرئيس حسني مبارك مثلا أو ما بعده بإنشاء كنيسة مثلا، وآن الأوان أن يتم إزالة اللبس بين يعني التمييز بين المواطنين بسبب العرق أو الدين أو أي شيء من الأشياء التي ممكن أن تميز بها الحكومات المستبدة بين المواطنين. وأنا الأوان أنه ما يبقاش الأمر بس قاصر على ناحية التعبدية أو أماكن العبادة، ولكن ينبغي أن يتشارك أبنائنا في الوطن، شركائنا في الوطن، أن يتشاركوا في إدارة هذا الوطن وفي السعي نحو رقيه، وأن يدرك الجميع بأن مصر لن تكون أبدا من ناحية المواطنة لن تكون لفصيل من الفصائل، ولا لتوجه ديني معين، ولا لتوجه سياسي معين، ولكن هي لكل أبنائها مسلميها ومسيحيها ليبراليها ومسلميها كل أطياف. ترى الحالة جيدة يعني أستاذ جمال؟ يعني بعد الثورة ترى يعني في تغير؟ يعني ينبغي حين نقيم وضعا مثل المواطنة أو حالة المواطنة ينبغي أن لا نقيمها في مرحلة الانتقالية،
إن قيمنا حالة المواطنة في المرحلة الانتقالية قد لا يكون حديثنا يعني جيد أو سيكون حديثا ذو شجون زي ما بنقول، لكن المرحلة الانتقالية بها حالة لبس شديد، حالة استقطاب شديد، الكل يحاول أن يبحث عن دور أو موقع في المشهد السياسي، قد يكون هذا الأمر أحيانا خارجا عن نطاق العمل السياسي الرشيد، ولكن في النهاية أنا بشوف بأن إحنا على أول الطريق. كنت أتحدث في الصراحة مع أستاذتنا دكتورة نيفين خولة مطر خولة وساعدت جدا بالحوار معها، فقلنا أنه ينبغي أن يكون الحديث عن الحوارات المتعلقة بهذه القضايا، يعني أرجو أن تكون في مرحلة انتقالية ما تبقاش نموذج نقيس من خلاله عمليات الصحة، لكن هو الأصل، يعني الأصل في الموضوع الرصد ما قبل الثورة ثم ما بعد الثورة، يعني ده الأصل. أنا أؤكد بأنه الوضع أفضل. على أول الطريق الوضع أفضل، على أول الطريق والوضع أفضل. لكن دكتور طلعت مرحب بيك مرة تانية، وتسمح لي أبدأ معك بملاحظة بس. البعض يتحدث فيما يتعلق بالمواطنة تحديدا عند بعض التيارات الدينية وخاصة التيارات الدينية السلفية بأنه حينما تتحدث عن التيارات عن عدم مثلا وصول المرأة إلى مناصب قيادية بعينها يعتبر ذلك انتقاص من حقوق المواطنة. هل لديكم تفسير أو رؤية للمواطنة تختلف عن الرؤية المتفق عليها كما شرحتها الدكتورة نيفين في العلوم السياسية بشكل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي الدكتورة نيفين قالت أن جوهر المواطنة هو المشاركة السياسية. أنا أعتقد أن خاصة في نطاق المرأة، لو تحدثنا تحديدا عن دور المرأة في المشاركة السياسية، أعتقد أن جميع الاتجاهات هي متساوية في هذا الملف. بدليل حق الترشيح وحق الترشح وحق الانتخاب وحق التصويت. حق الترشيح مفتوح للجميع سواء رجل أو امرأة، لكن حقيقة الأمر وما كانت عليه القوائم في الانتخابات الماضية لم يكن حزبا أو تيارا يعني أعلى من تيار أو حزب آخر، حتى الليبراليين أنفسهم حطوا المرأة في نهاية القائمة. تماما صحيح. هذا ما حدث صحيح. يعني أنا أذكر إحدى النائبات، يعني كانت نائبة في مجلس الشعب السابق وهي الآن معينة في مجلس الشورى، وكانت ممثلة لجنوب سيناء. هذه النائبة يعني تجتمع فيها صفات متعددة لا تجتمع في غيرها، امرأة بدوية ممثلة لإحدى محافظات الحدود، وهذا طبعا يعني كلمة بدوية يعني البدو عندهم المشاركة النسائية من أصعب ما يكون، ليس فكر ديني ولكن لفكر أيضا قبلي وفكر عادات وتقاليد ونحو ذلك. هي قالت لي بدون يعني إحراج حتى لا أذكر أسماء أو أسماء أحزاب، قالت لي أنني يعني من قبيلة كبيرة وأن لي شعبية مضمونة، نجاحي شبه مضمون، وعرضت نفسي على أحد الأحزاب الليبرالية، ولكن للأسف قالوا لي أننا سوف يكون ترتيبك، هذه المحافظة كانت بها في القائمة 4 مقاعد، قالوا إما أن تكوني الرابعة أو الثالثة على أفضل تقدير، وهذا حزب ليبرالي يعني كان يظن لا يتعلق بالوضع السياسي ما بيتعلقش بالمواطنة وبيتكلم فرص النجاح، دي رؤيته كان يعني دي رؤيته كان يضم. احنا انا في بداية حديثي التقطت الخيط الدكتورة نيفين وقلت ان جوهر المواطنة، انا لم اتحدث عن المادة السادسة مثلا في الدستور اللي بتقول المواطنة هي المشاركة السياسية، هي قالت جوهر المواطنة المشاركة السياسية، فانا بنزل هذا الكلام على الواقع العملي الذي مارسناه بعد الثورة. مارسناه بعد الثورة في تجربتين، تجربة مجلس الشعب وتجربة مجلس الشورى وتجربة الجمعية التأسيسية. يعني هذه التجارب التي مارسناها بالفعل فعليا، فأنا أنقل لك حالة صارخة في الجمعية التأسيسية. يعني من يتحدث عن أن التيار الإسلامي كانوا 6 فقط في الجمعية التأسيسية، وإذا تحدث بصورة كانوا 6 فقط في الجمعية التأسيسية وبصورة أضيق لو قال التيار السلفي اللي هو جزء من التيار الإسلامي العام هو الذي
يعني مسؤول عن لا أطلقا. عن ذلك انا اقول لا لا لا, لا انا ما هي مساله أطلقا. حسابات هي أنا مساله في المفهوم اشبه بالمساله التجاريه لا الذي يقيم مشروعا دكتور طلعت انا بسال في المفهوم لديكم يعني المفهوم يعني مثلا يعني متاح ان مثلا المراه تبقى رئيسه وزارة المراه تبقى رئيسه جمهوريه اذا كانت المراه لها من الكفاءه ما يؤهلها ما يؤهلها لذلك ان تتبوأ ذلك وهذا ما صرحناه انا كنت ممثل لحزب النور في الحوار الوطني الذي صنع القانون الذي سوف تتم انتخابات مجلس النواب بناء عليه والذي قدم الى البرلمان وتم تغيير بعض المواد فيه تعرضنا الى هذه المساله بس انا حابب ان انا اكملك بس انا ارجع تاني عشان ما تفوتنيش الى النقطه لهذه النائبه لان احنا كنا في وفد برلماني وكنا في زياره الاوسلو وهي روت لي هذه الرواية بصفة شخصية يعني كنا طيارات متعددة كان معانا من الأقباط كان معانا من النساء كان معانا الدكتورة سوزي ناشد وكان معانا من الحزب الحرية والعدالة وكان معانا من حزب الأستاذ محمد السادات كان موجود معانا كان معانا طيارات متعددة وكنا في وفد برلماني الأوسلو وقالت لي أن هذا الحزب الطيار الذي جاء في المركز الرابع في الانتخابات وكان يضم ثلاثة أحزاب شهيرة ومعروفة ولها وزن في الشارع وحققت يعني مقاعد متعددة أنهم قالوا لها أننا نضعك إن هنا قبائل وصوت مش مضمون فأنا أقول لحضرتك النظرة السياسية الحقيقية كالتاجر الذي يريد أن يربح مكسب وخسارة يعني هذه المرأة لو أنا ربحت بها أجعلها في إيه لكن خليني علشان أنهي النقطة دي بس يعني أنت ترى أنه يعني أنا قلت هذا الكلام قلت لا ينبغي لا ينبغي أن نفرض هذا في القانون فرضا فأنا نقول أنه ينبغي أن تكون المرأة في الربع الأول من القوائم الانتخابية أنت ضد يعني تمييز الإيجابي قلت هذا 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 أولا مخالف للقواعد الدستورية المستقرة حتى لو كان التمييز إيجابي هذا من ناحية من الناحية الأخرى أنك تفرض علي أن أأتي بامرأة غير مؤهلة ولكن لكونها امرأة وهذا أيضا على الجانب الآخر مرفوض زي الراجل فلابد أن الراجل غير مؤهل تماما إذا تحدثنا عن المعيار وقلنا أن المعيار هو الكفاءة فالكفاءة هي التي تفرض نفسها أنت يعني في الاثنين مساواة أستاذ حافظ أبو سعدة يعني أنتم يعني بترصدوا كل الأمور أنا الحقيقة عايز أتكلم في جزء آخر من المواطنة وتحديدا عايز أتكلم على الفئات المهمشة في فئات مهمشة ويمكن تحديدا يعني دكتور طلعت أشار إلى امرأة بدوية إن هي من الأجزاء المهمشة تماما في الوطن في برضو في الجنوب زي النوبيين اللي كانوا بالمناسبة ربما الناس ما تعرفش كانوا مثلا ما بيسمحوا لكثير منهم يخشوا مثلا كلية الشرطة ما كانوش بيخشوا مثلا الكلية الحربية يعني ربما الناس لا تعلم مثل هذه المعلومات ولكن هذه حقائق الكثير جدا من الوظائف لا يشغلها بعض البدو لا يشغلها بعض النوبيين وأيضا من أهلينا على الأطراف في سيوة يعني أي يعني كيف تقيم يعني العامين ونص دولة بالنسبة للفئات المهمشة يعني هل حصل تحسن يعني هل الدنيا اختلفت يعني زي ما قال دكتور طلعت انه بقى في نائبة بدوية موجودة في مجلس الشعب ثم تم اختيارها هي تحديدا بالتعيين في مجلس الشورى لا انا اعتقد انه في الحقيقة يعني التمييز لانه هو مفهوم المواطنة المفهوم المعاكس للمواطنة هو التمييز بمعنى ان المواطنة هو تمتع المواطن بمجموعة الحقوق وهذه الحقوق تضمن بالدستور في الحقيقة التمييز لازال قائما بمعنى انه هتكلم على الدستور في الدستور عندما يقصر انا اتكلم في الدستور فلا يعني انا بس عايز اتكلم على الفئات المهمشة اولا انا بتكلم على زي لا ما هو في الدستور الفئات المهمشة في الدستور بمعنى لما اجي اقول حرية العقيدة واقصرها على الاديان السماوية دون مبرر وانا عندي مجموعة لا يمكن ان نخفي ان عندي مجموعة من البهائيين مصريين لهم عقيدة مختلفة موجودين من قبل الدستور ومن قبل الـ يعني من التاريخ يعني موجودين في مصر اقلية عددية لكن يتمتع بالحقوق ليه اقصر التمتع بهذه الحقوق اللي هو الحق في العقيدة والحق في ممارسة الشعائر الدينية على فقط الذين ينتمون إلى أديان سماوية ثلاثة رغم أنه موقف المسلمين من الأديان الأخرى نفس الموقف من البهائي يعني بمعنى الإنكار للأديان الأخرى بعدم صحتها أو كذا يتفق تماما مع أي دين آخر سماوي أو غير سماوي فإذا التمييز هنا أقصى مجموعة من المهمشين المصريين بشكل مباشر هذا واحد اثنين بالنسبة للمرأة أنا بصراحة يعني ما فهمتش أن الكلام بتاع الدكتورة أنها عايزة تركز على موضوع السياسة بس هو فعلا علميا عشان الناس تقدر تعرف ايه الفرق بين المواطنة شخصين في مصر واحد اجنبي وواحد مواطن ايه الفرق بين الاتنين في مفهوم المواطنة هي الانتخابات والمشاركة في إدارة الشأن العام
يعني هو الفرق المفترض في العالم كله الآن الأجنبي يتمتع بحقوق كثيرة جدا، حماية الحق في الحياة وحرية التعبير وحرية التظاهر السلمي وكذا، أصبح ده متاح لكل الناس. إيه بقى الفرق بين الأجنبي وغير الأجنبي؟ إنه يشارك في إدارة الشأن العام، إنه هو يمارس العمل السياسي ويبقى ممثل في الدولة المصرية. طيب أنا عندي المرأة بصراحة برلمان 2010 أفضل تمثيلا للمرأة من برلمان اللي بعد الثورة. بس عشان كان في كوتا، يعني كان في 64 امرأة يعني بالانتخاب المباشر. ما أنا بقصد أنا لا يمكن إن أنت تتحدث عن ضرورة التمييز الإيجابي لرفع وجود المرأة داخل البرلمان. لأنه أنا بمعنى أنا بتعامل مع واقع شكله إيه. أنا عندي هدف إني عندي 50% أو 49% وكسر من المصريين نساء. مش معقول البرلمان بتاعي يطلع 2% نساء، يعني ممكن يطلع 15% نساء 20% نساء. فأنا كمشرع سواء دستوري أو مشرع عادي لازم أحاول أخلق قواعد أو قوانين في ما يساعد في القانون على هذا التمثيل. فأنا عندي المرأة مهمشة، يعني رغم انه في التقرير ما قال ان المراه فعلا شاركت في 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 في, في, في التحرير من كل الانواع على فكره، يعني النساء، الليبراليات، السلفيين، اللي بالاخوه، يعني كنا بنشوف المحجبه غير محجبه كله سام. جينا عند التمثيل قال لك بس لا مش عايزين، تعالوا نحط قواعد. قواعد واحده ازاي؟ ده في فئه همشت لفتره سنوات طويله جدا ومنعت من المشاركه السياسيه عمدا ولم تمثل. دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه الاقباط. في الحقيقه انا ما شفتش اي محاوله حقيقيه لمعالجة حقوق الأقباط. وأنا فاكر أنه كنا بنناقشها في المجلس وعملنا قانون موحد في المجلس القومي لحقوق الإنسان، عملنا قانون موحد لدور العبادة، تعاملنا معه لأنه هو إيه الفرق بين مسلم بيبني بيت ومسيحي بيبني بيت؟ يعني المفروض نخلي قواعد واحدة. ممكن لو انت عايز تحط قواعد بقى تنظيميه ممكن. انا عايز اتكلم كمان والنبي عن البدو بس. انما بقى النقطه ما دي الثالثه الرابعه بقى. ايوه انا اتكلمت الثالثه على الاقباط. لازال في مشاكل عند الاقباط كثيره لازالت لم تعالج. النقطه الرابعه الخاصه بالمناطق المهمشه والحدوديه، وده خطر مزدوج. انا بتعامل مع البدو مثلا بانهم في الحقيقه ليسوا مصريين. يعني لما تبقى كثير جدا من الوظائف تمليك الارض، تتكلم على مساله طبيعيه جدا، اي مجموعه سكانيه في اي منطقه من حقها انها تتملك الارض اللي هم عايشين عليها. انت عندك كانت مشكله التمليك، يعني بيحاولوا يعالجوها لكن اعتقد انها لازالت مشكله. دي نقطه مهمه جدا، فكره الشعور بانهم، ودي اخطر حاجه، فكره ان هم خطر على المؤسسات الامنيه واللي انت اشرت اليها، فكره عدم دخول الجيش او عدم دخول الشرطه. فده ايضا ده على مستوى الممارسه، وده ما حصلش فيه يعني حتى سنتين ونص لم يحدث. انا اذكر احد الضباط قال لي انا الوحيد من سيوه اللي ظابط. يعني قال لي هتعرفني، قال لي لو سالت، قال لي لو رحت سيوه اسال عليا بقول له فين في سيوه، قال لي لو سالت عليا قال لي انا الضابط الوحيد اللي في سيوه كلها على بعضها. يعني لذلك الشعور اللي عند الناس في سيناء عندهم شعور شديد بالحسرة، لهم حق يعني. طبعا مهمشين وبالتالي هناك نظرة اتهام دائم بالخيانة، يعني ان هم اكثر قربا للخيانة من بقية المصريين. رغم ان عندي احصائية بتقول ان 90% من الجواسيس اللي اتظبطوا كانوا من داخل المناطق الداخلية من مصر، مش نادر جدا، ما فيش غير بتاع الترابين ده اللي من المنطقة الحدودية. يعني نسبة يعني نسبة يعني وتناسب يعني. فالموضوع مش معياري ان انا اقول ان المناطق الحدودية. ممتاز. النوبة كمان انا بتكلم، دي منطقة خطر جدا ومنطقة في الحقيقة نحن لا نعالج هذه القضية بالشكل الحقيقي المطلوب. لازم نبص الموضوع النوبة بنظرتين. النظرة الأولى الظلم التاريخي الذي حدث من أول خزان أسوان لغاية دلوقتي، هم بيدفعوا تمن تنظيم مياه النهر لصالح بقية السكان. يعني هم بيدفعوا تمن إن إحنا نتمتع في القاهرة وفي المناطق الأخرى بإن المياه توصل لنا وتوصل لنا منظمة ويبقى في عندنا احتياطي مياه وكذا، ومع ذلك هم عندهم ظلم تاريخي. النقطة الثانية توزيع الأراضي. أنا في كثير جدا من الناس بيقول لك إنه جايين ناس من كفر الشيخ ومن محافظات تانية يتوزع عليهم أراضي حوالين البحيرة، وهو في ارتباط شديد ودار العلاقة بثقافة الناس ومفهوم الأمم المتحدة الخاص بالتنمية المستدامة. يقول لك لازم تشرك السكان المحليين في التنمية المستدامة. طب انت بتعمل تنمية في منطقة البحيرة وانت تعلم ان النوبيين مرتبطين بالنهر، يعني الثقافة النوبية في الجوهر مرتبطة بالنهر، لازم يبقى جنب النهر. فهو يوديه وادي كركر ولا يوديه مش عارف فين، بينما الناس اللي حوالين البحيرة ما يتوزعش عليهم. فعندي النوبيين، عندي كمان المناطق الحدودية مع ليبيا. انا لم نرى اي تنمية سياسية في المناطق الثلاثة، مفيش تنمية سياسية حقيقية بمعنى اشراكهم في الشأن الوطني حتى هذه اللحظة. حتى التواجد الحزبي
محدود وقبلي. شكرا على كل هذه الايضاحات استاذ حافظ ابو سعد. دكتور نيفين عايز ارجع لحضرتك، بس حضرتك بتتكلمي انه ان جوهر المواطنه هو المشاركه السياسيه. انا بالحقيقه عايز اسالك سؤال تاني، يعني ازاي المواطن يشعر بالمواطنه، يشعر ان انا زي اي فرد في ظل حاله الفقر وحاله المرض اللي انا بعاني منها؟ يعني ازاي احس ان انا مواطن زي اي حد في هذا الوطن يعني؟ طب هو انا لازم اجيب على هذا السؤال مباشره ولا ليا حق ان انا؟ لا هنعقب في الاخر، هنعقب في الجزء ده في الاخر يعني. هعقب في الاخر. يعني هو جوهر مفهوم المواطنة هو المساواة، يعني أن يكون كل من يحملون جنسية هذا البلد وجواز سفر صادر عن هذا البلد بنفس الحقوق. وبالتالي إذا كنا بنتكلم على أن هناك فئات مهمشة أو فئات محرومة من المشاركة أو مشاركتها محدودة أو أن هناك فئات يتم التمييز ضدها، فهذا بالتأكيد ينتقص من شعورها بالمواطنة. على سبيل المثال، الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ذكر في 2013 انه نسبة البطالة في مصر بتمثل 13%، وهذه النسبة متزايدة. مقارنة ب 2011 كانت 11%، وفي 2010 كانت 8%. فهناك نسبة متزايدة في البطالة. هذه البطالة بتلقي في بقى العراء كده مجموعة من الشباب الذين يتطلعون لتكوين أسرة، ما انت عندما تحرمهم من فرصة العمل او لا توفر لهم فرصة العمل فأنت بالتالي تحرمهم من فرصة تكوين أسرة. هذا على مستوى على سبيل المثال طب يعني خليني يعني أضرب مثل، بس عايز أسأل يعني أنا يعني سألت أحد القضاء وأنا بعترض على فكرة أن كل القضاء أبناء قضاء، طب أقول له ليه يعني الفكرة دي؟ قال لي لا، قال لي هو أنت جاي على القضاء بتسألني هو القضاء أو الأبناء القضاء؟ قال لي أنا بكلم حضرتك على فكرة أنه ولاد ضباط الشرطة ضباط شرطة، قال لي ولاد العاملين في شركات هم شركات، وفاجئني الحقيقة. قال لي وفي مجالس إدارات في لوائحها وقوانينها بتصدر قوانين وقرارات واضحة بشغل مثلا 30% من الوظائف لأبناء العاملين، على سبيل المثال بعض شركات في وزارة الطيران. ده مواطنة ولا مش مواطنة؟ يعني ده حد سبب الفقر يعني، حد تكلمين على البطالة. أنا مش لاقي مكان، يعني مش لاقي مكان في المكان ده لأنه في 20 أو مثلا 30% راح لأهل أبناء العاملين، وانا ابويا ما بيشتغلش في الشركه دي ولا في المصنع ده. لا خلينا نقول يا استاذ عمرو، في دي قوانين موجوده اللي انا بكلمك عليه، دي قوانين ولا واحد موجوده حاليا في اللحظه دي، بان بالضروره وبحكم القانون انه يبقى ابن القاضي قاضي وابن استاذ الجامعه استاذ جامعه وابن الطبيب طبيب. لا، بطبيعه الحال هذا لا علاقه له بالمواطنه، لانه في اخلال شديد بالمساواه بين القاضي. قال لي والله، قال لي انا اوديه فين؟ قال لي هنا مقفول وهنا مقفول، وهنا بيحطوا ولادهم وهنا بيحطوا ولادهم، فانا الحته دي اللي قادر احط فيها ابني انا كمان زي بقى الناس. ده لا شأن له بالمواطنه. في بقى اللي ابوه، في بقى اللي ابوه لا في القضاء ولا ابوه في الشرطه ولا ابوه في الجيش، هيروح فين ده بقى؟ يعني لا، فما هي فكره الواسطه وفكره المحسوبيه يعني، فكره الواسطه بتقضي يعني بتقضي على فكره المواطنه، بتقضي على فكره المواطنه. طب واحنا دكتوره لازم نطلع تشريعات تمنع المؤسسات من انها تحدد نسب واضحه ومعينه انها تعين فيها ابناء العاملين؟ يعني هل ده ميزه من ضمن يعني انا فاهم ان الموظف نعمل له علاج، فاهم الموظف نعمل له رحلات حج وعمره، فاهم الموظف نعمل له مصيف، فاهم الموظف نجيب له عربيه نوصله، نبيع له سلعه بالقسط، لكن اشغل له ابنه؟ لا، انا عايز اقول حاجه. انت دلوقتي لو حطيت مجموعه من المعايير التي تحكم الالتحاق باي وظيفه من الوظائف، هذه المعايير تقوم مقام القانون. انت لست بحاجه الى ان تشرع، ولكن هذه المعايير متى توفرت في سين او صاد مسلم مسيحي امراه رجل فليشغل هذا المنصب. لست محتاجا الى ان تضع قانونا، لانه من السهل التحايل على هذا القانون. ده بيمنع يعني، ده بيخصص 20% لأبناء العاملين، بيقولوا مفيش حد يدخل هنا غير أبناء العاملين. لا يعني بقول إذا أنت حاولت بقى بالشكل العكسي إن أنت تقنن مسألة عدم توظيف أبناء المنتمين إلى مهنة. أنا كده هرجع تاني لحضرتك دكتورة نيفين، بس برحب جمهورنا وعايز لي أي تعليق على هذا الجزء من الحوار فيما يتعلق بالمواطنة. خلينا نبدأ من الأخت هناك. أيوة تفضلي، آخر واحدة حضرتك المايك شباب. مفيش تمييز اهو، مايكين جولك. بداية ارحب بالحضور، يعني شكرا على المشاركة. سؤالي في البداية لدكتور حافظ مسعد، حضرتك تحدثت عن التهميش، ايه تعليق حضرتك على ظهور بعض الجماعات الجهادية اللي البعض يعتقد انها
تسعى لتكوين دولة إسلامية مستقلة وللجهاد ضد غزة، هل تعتقد أن في ظل التهميش الموجود هل ستنجح في ذلك؟ ممكن أسأل سؤال تاني لدكتور تاج الدين. حضرتك قلت عن أن دكتور المحامي طيب. حضرتك تحدثت عن أن لا يمكن تقييم المواطنة في تلك المرحلة الانتقالية، من المسؤول عن أننا لا نزل حتى الآن نتحدث عن وجود مرحلة انتقالية؟ هل هي المعارضة أم الرئاسة؟ مع العلم أن السلطة في يد الرئاسة وليست في يد المعارضة، فمن المسؤول عن أننا لا نزل في مرحلة شكراً انتقالية؟ شكرا أستاذة، قدام حضرتك على طول، تفضل. أحمد عادل عبد المنعم، كلية التجارة جامعة القاهرة. أستاذي الأستاذ جميل، حضرتك في تعقيب حضرتك قلت إخوان وكبتي مهمشين، تمام؟ فأنا عايز وجهة نظر حضرتك في كلمة إخوان وكبتي، هل مثلا إخوان دي اللي هي بتعبر عن المسلمين؟ سؤالي تاني برضو لحضرتك، هل الإخوان المسلمين أو جماعة الإسلامية عموما هل في مفهوم للمواطنة داخل؟ يعني مثلا ممكن يكون مواطن إخواني جوه الجماعة نفسها؟ الدكتور طلعت حضرتك قلت بالنسبة لحزب النور اللي حضرتك بتمثله، حضرتك قلت اللي مفيش مشكلة ان تبقى رئيس جمهورية او رئيس الوزراء ممكن يكون امرأة، تمام؟ هل دي وجهة نظر حضرتك ولا وجهة نظر الحزب؟ وعايز افكر حضرتك بحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله قوم ولا امرأة امرأة. استاذ نيفين، حضرتك قلت ان جوهر المواطنة اللي هو الانتخابات، هل جوهر المواطنة اللي انا ممكن ابقى في الانتخابات ودي صوتي وانا مش لاقي ولا مسكن ولا مأكل ولا اي حكومة من اللي انا اقدر او اعمل بيها المشاركة السياسية بتاعتي؟ هندي المايك للي ورا حضرتك، تفضلي يا استاذة. ايوه، في البداية برحب بالحضور وبوجه كلمتي لدكتور طلعت، ان هو بيتكلم على مشاركة المرأة في مجلس الشعب السابق. في الحقيقة انا كنت بحضر في لجان حقوق الانسان، دي اللجنة اللي كانت فيها النائبة هي محامية اللي كانت عن اللي في سيناء. لا، هي وجود المرأة في المجلس كان ضعيف جدا وكان العدد قليل جدا، وكان في لجان كاملة لجان فرعية جوه المجلس ما كانش فيها نساء، فلا يعني الحقيقه ما كانش المشاركه بالصوره. شكرا جزيلا. عشان نرجع بس في تعقيبات من ساد ضيوفنا، بس استاذن السيده برجيت سفيره السويد، ايه يعني ايه هو مفهوم المواطنه وايه علاقه بقى المواطن بمؤسسات الدوله؟ يعني لا نتوقف فقط عند فكره انه المواطن ومساواته والى اخر ذلك، علاقه المواطن بمؤسسات الدوله وعلاقه مؤسسات الدوله بالمواطن في ظل نظام ديمقراطي. ولا أنا باعتقادي أنه نظام الديمقراطي كنظام سياسي طبعا يبني مبني على تعاون بين المواطنين وبين الحكومة وأيضا بين المواطنين نفسهم، فإحساس بالمواطنة مهمة جدا. بس أيضا طبعا احنا نسمع عن واجبات المواطن والحقوق المواطن، بس احساس المواطن كإهدى مواطنة دي شيء اللي انا كسويدية احس انه المواطنين المصريين لحد الان يمكن ما عندهم احساس داخلي عميق إهدى المواطنة. وطبعا بالنسبة للمساواة دي أهم حاجة في الديمقراطية، فبدون مساواة ما في الديمقراطية. شكرا ست السفيرة. أنا أستأذنكم نبدأ في التعقيبات والردود. أستاذ جمال هنرد طبعا سريعا كده في دقيقتين معلش علشان فيما يتعلق بالسؤال عن المسؤولة عن مرحلة الانتقالية، يعني من غير شك أنا برضو عايز أطمن شبابنا أنه ثورات كتير لم تستقر أوضاعها إلا بعد سنوات طويلة، زي مثلا الثورة الفرنسية، زي ما حضراتكم عارفين أنها قعدت أكتر من 7 سنوات إلى أن تستقر أوضاعها، وبدأ صراع بين الثوار وبعضهم ويتقاتلوا مع بعض. الآن إحنا بندرس الثورة الفرنسية باعتبارها أعظم ثورة فرنسية. المرحلة الانتقالية أمر طبيعي أنه كل فصيل بيحاول يجد لنفسه موضع في المشهد السياسي، فبالتالي بيحاول أنه يحصل من خلال هذه الفترة على أي مكاسب سياسية قد يؤدي هذا إلى
ممارسات سياسية تخرج عن نطاق الديمقراطية. وبالتالي احنا بنقول ان المرحلة الانتقالية هنشبع فيها ممارسات غير ديمقراطية وهنتعب شوية. دكتورة نيفين، لا انا عندي نقط كتير قوي بس هحاول اقولها. دي او نص برضو، لا ده كده اقل من الاستاذ جمال. بالنسبة لمواطنة الاقباط، استاذ جمال قال لاول مرة تبنى كنيسة. الحقيقة انه بعد الثورة في حاجات كتير قوي لأول مرة، لأول مرة تهدم كنيسة، لأول مرة يتم التعدي على الكاتدرائية، ففي حاجات كتير لأول مرة. لأول مرة جمعية تأسيسية تضع دستور مصر وتخلو من تمثيل الكنائس، وتكون قمة الكوميديا أن يطرح محمد الصاوي ممثلا للكنيسة، فدي برضو سابقة أتصور أنها يعني كان طرحت هذه الفكرة. هو طبعا يعني الكنيسة اعترضت، طرحت هذه الفكرة. لا هو قال يعني أما أنا ما أقصد طرحت، فيعني هذا بس حضرتك ما تعرفهاش، بس دي حقيقة. لا بس دي طرحت حضرتك. أنا واحد من وضع دستور مصر يعني حضرتك، أنا بقول لحضرتك دي طرحت وهذه ليست يعني معلومة، يعني دي معلومة يا دكتور طلعت، يعني معلومة متداولة جدا يعني حضرتك. هو على الأقل قال ذلك. فدي نقطة. النقطة الثانية لأول مرة الكنيسة كانت ممثلة قبل أن تنسحب، بس انسحبت يعني عندما أنا أقرأ، عندما أقرأ على سبيل المثال هي ترصد يا أستاذ جمال، هي ترصد الواقع كله. أنا أرصد الموقعون على الدستور أو الذين شاركوا في الدستور حتى النهاية. لا يوجد ممثل للكنائس المصرية الثلاث، صح ولا غلط؟ النقطة الثانية فيما يتعلق بالأقباط، لأول مرة إنه مفتي الحزب الحاكم ينصح بعدم مصافحة تهنئة الأقباط في عيدهم. هو مفتي الجماعة مش مفتي الحزب. ما هو يعني الجماعة والحزب، الجماعة الحزب هو الزراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، خلينا نسمي الأشياء هو اسمه مفتي الجماعة بمسمياتها. يعني خلينا نقول لأول مرة وزير الأوقاف يصدر مرسوما بعدم التعاون مع الكنيسة البروتستانتية إلا يعني وفق ضوابط معينة. هو رجع بعد كده عن هذا الأمر، لكن لأول مرة يتدخل في شأن في الوقت اللي توحدت فيه الكنائس المسيحية. ف يعني مسألة المناخ الذي نعيش فيه طبعا هو مناخ تمييزي بامتياز. أنا مسلمة ولكني أشعر بما يشعر به أي مواطن مسيحي من منظور المواطنة، من منظور المواطنة. فده فيما يتعلق بالمرأة. فيما يتعلق بالأقباط، فيما يتعلق بالمرأة، يعني فكرة الاعتداد بمبدأ القواعد الدستورية وبمبدأ أن المرأة مؤهلة أو غير مؤهلة من أجل رفض تمثيل المرأة في الحقيقة، ده يعني لازم مناقشته. من قال أن المساواة بين غير متساوين تحقق المساواة؟ يعني أنا إذا جبت رجل مفتول العضلات وجبت امرأة بطبيعة الحال لها بنية أي امرأة عادية وطلبت منهم أن يؤدوا نفس المهام، هل هذه مساواة؟ بطبيعة الحال سوف يعني تفشل المرأة. ودايما بقول أنه مسابقات الجري للرجال فقط بين الرجال فقط، ومسابقات السباحة بين النساء فقط، لأنه عندما أقول أنه الرجل له نفس حظوظ الفوز في الانتخابات زي المرأة، فأنا بظلم المرأة طبعا، لأن احنا في مجتمعات ذكورية، مجتمعات انت مع التمييز الإيجابي، مع التمييز الإيجابي في التشريع. فبالتالي المساواة بين غير متساوين هي في الحقيقة تمييز. دي نقطة. دايما حين نطالب بالمشاركة السياسية للنساء يظهر من يقول لنا الدفاع عن المرأة بغض النظر عن تأهيلها أو كفائتها هو في حقيقة الأمر لا علاقة له بالديمقراطية. من الذي يقول أننا ندافع عن المرأة غير الكفؤة؟ من قال هذا؟ يعني نحن ندافع عن النساء الكفؤات، النساء المؤهلات. آخر نقطة في مسألة المواطنة داخل جماعة أو الحزب الحرية والعدالة، أنا يعني فكرة المواطنة طبعا أستاذ صبحي صالح لي كلام كتير فيما يخص أن هناك مواطنة تتعلق بالإخوان المسلمين، لكن فكرة المواطنة في حقيقة الأمر ترتبط بمفهوم الوطن. إيه هو مفهوم الوطن عند جماعة الإخوان المسلمين أو عند حزب الحرية والعدالة؟ هل هو مصر بحدودها التي نعرفها، أم هل هو الأمة الإسلامية؟ يعني
علشان أسلم للشخص مسلم مسيحي رجل امرأة إلى آخره بمجموعة من حقوق المواطنة، ينبغي بداية أن نعرف الملعب، أن نضع حدود ما هي حدود هذا الملعب، ما هي حدود شكرا الوطن. شكرا دكتورة نيفين. دكتور طلعت، يعني أحد أهم الأسئلة يمكن اللي طرحت، هل أنت ما تعبر عنه هي رؤية خاصة بالدكتور طلعت مرزوق ولا ده جزء من رؤية الحزب؟ وأذكر يعني السادة المشاهدين والجمهور الحبيب أن حضرتك مساعد رئيس الحزب للشؤون القانونية، صح كده؟ تمام. أنا بس عايز أفرق بين شقين، هناك شق ديني وشق قانوني سياسي. أنا ما أجبت عنه في الفقرة الأولى، أجبت عن الشق القانوني السياسي، إن قلت الدستور والقانون لا يمنع. أستطيع بمنتهى السهولة أن أقول لك أنا أعبر عن الحزب، فأنا مش هتكلم على الشق الديني، لكن أنا هتكلم على الشق الديني برضه، خد بالك. يعني أنا شوف، أنا واضح جدا وصريح جدا ومباشر جدا، فهتكلم بمنتهى الوضوح و in the point يعني the point يعني الـ من الناحية الدينية، أنا الحزب المرجعية التي يرجع إليها في هذه المسألة يقول يعتقد أن الولاية العامة لا تصلح المرأة، الولاية العامة ولا نستحي من ذلك. هذا فكري وعقيدتي التي أعتقدها وأدين بها لله، وأقولها هنا، أقولها في البرلمان، أقولها في المفاوضية الأوروبية، أقولها في كل مكان. هذا ما أعتقده، هذه حرية عقيدة لي، أنا أعتقد ما أعتقده، أنت قد توافقني أو تختلف معي. عندما نتكلم عن العمل التفصيلي ننظر هل هذا يمثل ولاية عامة أم لا. هذا هو الشق الدين، هذا هو الشق الدين، ووضحت لك بكل وضوح وكل صراحة. بالنسبة للشق القانوني السياسي، يعني أنا ممكن أكلمك على الشق الواقعي. من الشق الواقعي لم يوجد رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن، رغم أنه من ناحية النظرية هذا متاح، لكنه لم يحدث. حتى في الانتخابات الأخيرة وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون لم تنجح في أن تكون أول ممثلة كرئيسة مرشحة لأمريكا، وهذه من أعرق الدول الديمقراطية الحالية. فأنا لا أريد، أنا أقول لك ما أسهل، أنا لا أستحي مما أعتقد، ما أعتقده أنا أو ما أعبر عن عقائد حزبي الذي أنتمي إليه أو حتى الخلفية الدينية، لا أستحي من ذلك. وجهة النظر واضحة دكتور، يعني هذه شق، هذا شق. فأنا في الفقرة الأولى تحدثت عن الناحية السياسية والناحية القانونية، هذا متاح للجميع، ولكني أؤكد لك أنني أرفض التمييز الإيجابي. التمييز تمييز سواء سلبي أو إيجابي، هنا مرفوض وهنا مرفوض أيضا. هذه نقطة. بالنسبة للجمعية التأسيسية، أنا كنت عضو في الجمعية التأسيسية، الكنائس الثلاثة ممثلة، البروتستانت والكاثوليك والأرثوذكس، جميعهم ممثلون. مشكلة المرحلة التي نعيشها الآن، الكثير حتى منكم، أنا من خلال المناقشات أستطيع أن أقول أنكم تحكمون على مرحلة مضطربة وفيها استقطاب شديد جدا بالمقاييس العادية، وهذا غير عدل، ده مش فير أبدا، ده تمييز. دكتور نيفين قالت أنا لا أستطيع أن أقارن، وأنا أيضا أعرج على كلامها مرة أخرى وأخذ من كلامها لأبني عليه صورة أخرى. هي تقول أنا لا أأتي برجل مفتول العضلات وأقارن بينه وبين امرأة ضعيفة، المرأة رقيقة وجميلة وكذا، لكن الرجل قوي وسريع. وهنا العمل العضلي، العمل العضلي هنا الزهني. هناك تمييز للرجل عن المرأة في هذا المجال، فإذا قلت أن أريد المساواة فقالت هذه الصورة غير صحيحة في كثير من الأمور لو أنزلناها. حتى الأستاذ حافظ لما أتكلم عن دور العبادة الموحد، أنا أرفض قانون دور العبادة الموحد. الأقباط يكون لهم قانون خاص بهم، والمسلمون يكون لهم قانون خاص بهم. ليه؟ هناك فرق، نفس الفرق الموجود بين الرجل والمرأة اللي بتكلم عنه دكتورة نيفين. من ناحية العدد لابد ان احنا نكون، انا بقول لك لابد ان نتكلم بصراحة ووضوح شديد، واعبر لك عما اعتقده. انا اعتقد ذلك، انا كنت نائب، كنت رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس الشعب السابق، وقدم لي قانون دور العبادة الموحد. أنا شخصيا يعني أعتقد أن هذا القانون لن يمر، حقيقة الأمر، سيبك من الكلام السياسي والكلام المزوق والمنمق، حقيقة الأمر لن يمر.
ومن خلال المناقشات كان تقدم بهذا القانون نائب قبطي. اليوم الذي حددنا فيه مناقشة هذا القانون توفي البابا، البابا السابق توفي، وكانت قواعد اللائحة الداخلية أستطيع أن أخذ تصويت وخلاص الموضوع وخلاص يبقى انتهى. لكن هذا ليس منهجي. أنا كنت رئيسا للجنة وقلت أن رغم أن اللائحة الداخلية تقول كذا كذا كذا، ولم يحضر ممثل عن الكنيسة مناقشة المشروع، لم يحضر النائب القبطي الذي تقدم بهذا المشروع، رغم أنني أعتقد أنا من داخلي أعتقد أنه ينبغي أن يكون الأقباط قانون خاص بهم لدور العبادة. لماذا؟ لأنهم يختلفوا عن المسلمين، يختلفوا عن المسلمين من ناحية العددية، من ناحية العددية يختلفوا المسلمين أغلبية، أغلبية عددية، يختلفوا في كيفية العبادة. المسلم أنا الآن لما أتجول، حضراتكم تتجولوا في شوارع القاهرة يوم صلاة الجمعة بتلاقي المساجد دكتور طلعت عشان الوقت بس عشان انا كده بعمل تمييز دقيقه واحده اتفضل يا فندم. فانا لما اجي اشوف المسلم في صلاه الجمعه بيفرش جرايد بيصلي عليها خارج المسجد، يعني المساجد غير كافيه لعدد المسلمين الحالي. طريقه العباده، المسلم بيؤدي الصلاه 5 مرات في اليوم. وجهه النظر واضحه دكتور طلعت. الطبيعه مختلفه، فبلاش نضحك على بعض ونكون صراحة مع نفسينا. وصلت والله. ولما نطرح أفكار تبقى أفكار واقعية، تبقى أفكار واقعية، تبقى أفكار واقعية. وصلت يا دكتور طلعت للتطبيق. وصلت وصلت دكتور طلعت. أستاذ حافظ معلش وأستأذنك في الوقت. أستاذ حافظ علق بقى على النقطة اللي قالها الأستاذ وقال لك بصراحة بقى، أنا مش فاهم إيه الفرق بين المسلمين القطار والمسيحيين القليلين في بناء كنيسة بصراحة، يعني أو بناء جامع. انا بتكلم او ايه حتى الوظيفيه للمؤسسه العباده دي انها دي بتصلي فيها 5 مرات. فرصه انا هقول نص من العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه. لا 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 بس بتكلم بس انا مش بس انا مش هجيب له بس انا مشكلتي لا لا مشكلتي هجيب له هجيب له نص لا 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 انا جايب لا لا مشكلتك بس مشكلتك اني فاهم الموضوع ان هو المساواه في العدد. استنى لا مشكله هو في الاجراءات يا دكتور. انا اتحدث ولم يتحدث احد هو في القانون في الاجراءات المساواه في العدد. نحن نتحدث انه احتياجات الدور عباده حسب العدد وحسب الاحتياج، لان انا مش هبني دور عباده مش هتصلى فيها، بس كل مجموعه سواء مسيحيه او مسلمه احتاجت دور عباده تبنيه. ده الموضوع. انا بس عايز دكتور تجدين على الكنيسه ما تبناش في عاد عبد الناصر وادي النطرون يا دكتور يا الرحاب في الرحاب في كنيسه على نص شارع التسعيني ومدينه الرحاب. احنا تدخلنا في المجلس القومي للحسن للحصول على الترخيص ليها وجبنا الترخيص. شكرا يا استاذ حافظ. شكرا يا استاذ حافظ. انا بس عايز اذكرك شكرا استاذ جمال وبيه اكتر من يعني الاف ابدنا مفيش جنبه منطقه سكنيه. شكرا يا استاذ جمال. شكرا استاذ جمال. اذا يعني كما يبدو من حوار ضيوفي الاعزاء والجمهور الحبيب ان هناك بعض المشكلات التي ما زالت عالقه في موضوع المواطنه رغم قيام ثوره مثل ثوره 25 يناير، ثوره ضحى بها الكثير، ثوره كان شعارها واضح المساواه، ثوره قام بها مواطنون، لكن المواطنه ما زالت في يعني عمليات نهائيه. والاستاذ جمال تفضل وقال انه من الظلم اننا نحكم الان في ظل هذه المرحله الانتقاليه على مفهوم المواطنه، ولكن ايضا قال الاستاذ حافظ ابو سعده ان هذه امور كان يجب ان تكون مستقره ولا تستدعي كل هذا الجدل والنقاش، ولكن ربما بعد الفاصل يعني هناك امور تستحق الجدل والنقاش حول حقوق الانسان في مصر وللاسف عوده التعذيب مجددا. فاصل قصير. علينا أن نعترف أن سقف الحريات في مصر قد ارتفع بعد ثورة 25 من يناير، ربما يراه البعض قد حلق في آفاق لم يكن يحلم بها البعض، ومع ذلك ما زالت هناك انتهاكات خطيرة خاصة في حق المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر. شاهدنا الكثير من النشطاء يعني لدرجة القتل والتعذيب، سواء التعذيب الممنهج داخل أطر قانونية وسلطة المؤسسات الدولة أو خارج هذه المؤسسات. في الجزء الثاني من أصوات من مصر سنتحدث الآن عن حقوق الإنسان وهذه الانتهاكات والتي رصدت بعض
المنظمات وقائع تعذيب ما زالت حتى الآن تجاه المواطنين وداخل أقسام الشرطة التي قامت ثورة يناير بالأساس ضد هذه الانتهاكات. قبل أن أستكمل الحوار مع ضيوفي الأعزاء، خلونا نشوف مع بعض المواطنين رأيهم إيه في قضية حقوق الإنسان. لا طبعا، بعد الثورة لقينا معلش يعني في سلفيين، في إخوان، في علمانيين، في الدنيا تقسمت وبقى كل حد فاكر نفسه أنه هو أحسن من الآخر، الطرف الآخر. لا 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 خالص خالص، حتى الإخوة المسيحيين يعني ما لهمش حق النهاردة. كل بالنسبة للحزب الحرية والعدالة كله بيتكلم ان هم اللي نجحوا الثورة وهم اللي قالوا مبارك يطلع برا، مع ان كنا في عصر مبارك كنا احسن من كده. لا مفيش، في ناس اتعينت جديدة في الحكومة بتاخد مثلا 15,000 و16,000 و14,000، وفي زملائهم موجودين من الاول وبيقوموا بنفس المهمة ويمكن خبرتهم اكتر بياخدوا مثلا 1,500 2,000، فما فيش مساواة، في ظلم للأسف. ما فيش حد سواء، احنا حضرتك الناس النهاردة يا طبقة فوق خالص وطبقة تحت الأرض، ومش لاقية والله العظيم ثلاثة مش لاقية. الناس في النهاردة أقول لحضرتك في ظروف صعبة، مش لاقية أي حاجة، أسعار غالية، أسعار غلاء، ما فيش بنزين، ما فيش سولار، ما في حاجات كتير مش موجودة في مصر. لو أنا بصيت على مئات الشباب المعتقلين دلوقتي في ألوف كمان، أكتر من 1,200 شاب في المعتقل وبتعذبه، ده إثبات إن الحقوق للأسف زي ما هي كانت قبل الثورة وبعد الثورة، بس بآلية أخرى وأفكار أخرى للأسف إحنا ما كناش منتظرينها. للأسف الشديد كنا نعتقد أن حقوق الإنسان ستصان بعد ثورة 25 يناير، ولكن للأسف جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، فجه عهد الإخوان وهو أشبه بالنظام السابق، بل أشد عنفا وكبرياء وتعنتا وجهلا وعندا، فلم يصونوا حقوق الإنسان برغم أنهم ينادون باسم الإسلام وهم أبعد الناس عن الإسلام. نمرة 2، ظلموا الشعب وفرقوا ما بين طبقات الشعب كافة، فأصبح فيه إخواني ولا مش إخواني. إذن هذا ما يراه المواطنون بشأن حقوق الإنسان. أذهب هذه المرة إلى الأستاذ حافظ أبو سعدة. أستاذ حافظ، أنتوا أصدرتوا في المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقرير ضم عن سنتين عن حقوق الإنسان منذ قيام ثورة يناير. أنا عايز أعرف حاجتين، عايز أعرف التقرير تضمن إيه العلامات الأساسية والعناوين الرئيسية فيه حول انتهاكات حقوق الإنسان، وكمان الحقيقة عايز أعرف هل المؤسسات تغيرت نظرتها لحقوق الإنسان؟ أتحدث عن مؤسسات الدولة بشكل عام، هل تغيرت نظرتها لحقوق الإنسان ولا ما زالت على ما هي عليه ما قبل ثورة 25 يناير؟ طبعا تقرير في الحقيقة يعني المفاجأة اللي فيه إنه الموضوعات اللي احنا اشتغلنا عليها ما اختلفتش عن ما قبل الثورة، ويمكن عايز أدي مؤشر مهم جدا في الموضوعات، يعني التعذيب. احنا شهدنا تعذيب ممنهج كما كان يحدث قبل الثورة، وعندنا بقى من الحالات مشابهة. يمكن أنا بشبه مثلا حتى في الحالات الفردية، حالة خالد سعيد وحالة محمد الجندي، يعني لما تشوف الحالتين حتى في تعامل السلطة معاهم، إن هنا تكذب في تقرير وهنا تكذب في تقرير، هنا تقرير يحاول يطلع الموضوع إن هو أسفكسيا الخنق لأنه حاول يحط في بقه اللفافة، هنا يحاول يخليها حادثة عربية واصطدام بجسم صلب وكتلة خرسانية. بمعنى ده ومش بس بقى بالنسبة للسياسيين، يعني التعذيب بقى سياسيين وغير سياسيين، لكن كمان في مثلا في التقرير حاجة مهمة اللي هي فكرة استخدام المعسكرات الأمن المركزي للاعتقال، وده وأنا مستغرب له لأن ده كان تقريبا هو المواطن هنا في التقرير مش عارف، بيقول لك بيودوهم الدراسة. أيوة. هو مش فاهم بالظبط، هو أحد طبعا يعني أحد بالظبط أحد معسكرات الأمن المركزي وده اللي استخدم وده اللي كان بيتم مع الجماعات الإسلامية قبل الثورة واللي احنا كنا بنرصده أيضا في تقريرنا، تلفيق القضايا، ودي برضو نقطة غريبة جدا. أنا منظمة مصرية قبل الثورة رصدنا 6 قضايا متلفقة للإخوان المسلمين،
ده غير القضايا الاخرى. بس الاخوان المسلمين بالتحديد كنا حتى بنسميها كده نفس التهمه ونفس الكذا ونفس اللي هو يعني ليه انتماء لجأ. الاقي ان النهارده دوما تتلفى له قضيه، حماده المصري تتلفى له قضيه، حسن مصطفى تتلفى له قضيه، يعني عدد كبير من الثوار اللي كانوا في ميدان التحرير وبيشتغلوا بيتلفى القضايا. وبقى الاعتقال بدل ما يطلع اعتقال بقرار اداري بدا يطلع الاعتقال بالحبس الاحتياطي. ومثلا بعض المنظمات رصدت انه في حتى اللي افرج عنه فجاه يعني النيابه العامه بقت تاخد 5000 جنيه على الراس، فتبقى كميه الفلوس اللي اتجمعت حصلت منظمه حصلت ان بلغ اللي الدفع في الحبس الاحتياطي 1,000,000 جنيه لمجموعه من الثوار في فتره محدوده جدا. ده على مستوى حريه التعبير، انا بحاول انقل بسرعه على العناوين الرئيسيه عندي على مستوى حريه التعبير، نفس الاساليب التي كانت تتم قبل الثوره في رفع القضايا على الاعلاميين والصحفيين هي ذاتها. طبعا المواطن اللي هو زي كده اللي هو الشريف ده اللي دايما مجهول وموجود وبيقدم بلاغات في ابراهيم عيسى وفي وائل الابراشي وفي منى الشاذلي وفي يعني كل الاعلاميين في مصر، باسم يوسف يعني اشهر برنامج ساخر في مصر، يبقى باسم يوسف معرض للتحقيق، مش هو بس، هو وجماهير او اعضائه اللي في البرنامج ايضا كمان بيتحقق معاهم. فعندي في ضغط شديد على حرية التعبير. طبعا انا يعني اكد معاك ان السقف مرتفع وان اللغة مرتفع وان النقد مرتفع طبعا يعني سقف الحريات ما نقدرش ما نقولش، بس اقدر اقول عليها ايه، ده على كل اعلامي على حسابه يعني حسن ايه تقعد بقى معاك عندك عطاء من طب المؤسسات يا استاذ حافظ، رأي المؤسسات يعني احساس مؤسسات الدولة بحقوق الانسان، ما الاحساس ده موجود ولا زي ما هو؟ أنا بصراحة عندي إحساس بأنه يعني بعض المؤسسات في الدولة بقى عندها يعني رغبة في تحسين الأوضاع لكن ما عندهاش قدرة على تجريها، يعني في رغبة لكن ما فيش إرادة، لكن في رغبة لكن ما فيش قدرة. يعني الشرطة أنا رحت اديت محاضرات كتير جدا في أكاديمية الشرطة ضد التعذيب وفي حقوق الإنسان بصراحة، وفي قسم أنشئ في إدارة في وزارة الداخلية في لواء راجل محترم ومساعد وزير الداخلية وقيادات محترمة وعندهم رغبة في تعليم عدد كبير من الضباط، بس حتى هذه اللحظة لازال نتوقف عند النوايا الحسنة لسه ما دخلناش في الممارسات العملية لتحسين الأوضاع. السلطة في الحقيقة نفسها كسلطة سياسية أنا مش قادر أفهم، هل هم مش مدركين إنها كسلطة سياسية بتتحمل المسؤولية بنفس القدر اللي يتحمله الفاعل الأصلي ولا لأ؟ لأن كل انتهاكات وسجل انتهاكات حقوق الإنسان اللي رصدناه كانتهاكات، أنا مركز على الحقوق المدنية والسياسية رغم أنه التقرير متكلم على جزء آخر لازال هو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهو كبير جدا، يعني كمية انتهاكات جسيمة جدا في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. هل بنسأله الأستاذ جمال نعرف رده عليه؟ الدولة لا، آخر نقطة بقى أختم بيها أن الدولة لازم تدرك أنها مسؤولة وانها عندها مسؤوليه لان هي صاحبه القرار، وانه اي انتهاكات بتتم في النهايه عندي مسؤوليتين، الفاعل الاصلي والمحرض بالصمت. حتى يعني احنا في اتفاقيه مناضله التعذيب بنعدد المتهمين في قضايا التعذيب، الساكت عن التعذيب والمحرض على التعذيب والذي امد بادوات عن التعذيب والقياده التي لم تدين التعذيب ولم تصدر قراراتها بوقف التعذيب، فانا بضم كل دول في المسؤوليه. ومع ذلك هناك شبه اقرار باهميه بضروره استعاده نفس ادوات النظام السابق في حكم المصريين. شكرا استاذ حافظ. دكتور طلعت، يعني زي ما تفضل استاذ حافظ ابو سعده واشار انه ما قبل الثوره كانت التيارات الدينيه هي يعني ربما تكون اشد التيارات التي تعرضت لانتهاكات حقيقيه لحقوق الانسان وخاصه التعذيب. يعني وانت بشكل عام مشارك يعني في الحكم بشكل او باخر سواء في الجمعيات التاسيسيه او في حزب قوي زي حزب النور، يعني بتنظروا ازاي لوقائع تعذيب مره اخرى؟ بتبصوا ازاي لانتهاكات جديده ضد التعذيب؟ واعتقد انه لا احد يفهم ما حدث في التعذيب مثلما تفهم فيه التيارات الدينيه. هي الحقيقة لو رجعنا قبل الثورة لا شك ان التعذيب كان يمارس على نطاق واسع جدا جدا، وكان النصيب الاكبر للتيارات اللي هي لها مرجعية دينية سواء كان تعذيب بدني او تعذيب نفسي معنوي، يعني المنع من السفر تعذيب، المنع من ان احصل على وظيفة مرموقة نوع من التعذيب، صحيح، المنع من أن أكون ضابط جيش أو في سلك الدبلوماسي أو قاضي. لا شك أن يعني كان التيارات الإسلامية يعني كانت أشد
التيارات التي كان يمارس عليها. احنا ما فيش خلاف على ده، ده مقرين به. السؤال يعني كيف تستقبل هذه الجماعات؟ انا اعتقد ان الحاله بعد الثوره لم تتغير بـ 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 بالشكل المأمول، يعني الذي لا شك ان الوضع الحالي زي ما الاستاذ حافظ عبر، الوضع لا شك انه مرفوض وهناك تجاوزات لا يمكن ابدا ان تنكر. لكن انا عايز اربط بين هذا الواقع وبين الواقع السياسي الذي نعيشه، بمعنى ان لا ينبغي ابدا ان انظر الى قضيه التعذيب بمنأى عن الوضع الامن في البلد. يعني انا مثلا اتذكر كلمه لرئيس الوزراء البريطاني كاميرون، ديفيد كاميرون، في احداث لندن، عندما قالوا له ان بعض الاجراءات التي تتخذها الشرطه الانجليزيه ضد المتظاهرين تتعارض مع حقوق الانسان، قال كلمه شهيره، قال اذا تعرض امن بريطانيا للخطر فلا تسالني عن حقوق الانسان. الامن اولا، امن بريطانيا اولا، تمام. طب انا اذنك، انا ما ربما عايز، ما ربما بعد اذنك، بعد اذنك انا عايز بس اوضح النقطه دي بعد اذنك، بس اوضح برضو يعني ربما ايضا كان النظام السابق يرى ان امن مصر اولا. لا 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 ولا لا لا تساله لا عن لا 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 لو لو تحدثنا في الشق السياسي الان مصر مهدده داخليا وخارجيا، ما هو كان يرى ذلك ايضا، ومن حقه يرى نفسه. استاذ عمرو ارجو بس اديني فرصه. لو قلنا ان اثيوبيا ما تحركت في خطوات عمليه لتنفيذ السد الذي يهدد الامن المصري المائي الا في خلال السنتين الاخيرتين، الوضع لم يتدهور بهذا التدهور الحاد في المحافظات الحدوديه سواء في سيناء او في مطروح، والتهريب السلاح الرهيب، كم السلاح الرهيب. انت النهارده في محافظه زي محافظه اسكندريه ممكن تشوف اسلحه ثقيله في الشارع، صحيح المدافع الجرينوف تستخدم في معارك، في معارك انا حقيقي والله هذا حقيقي، اسلحه ثقيله موجوده في الشارع. الان الامن المصري داخليا وخارجيا على المحك. انا لو حدثتك من الناحيه الخارجيه وقلت لك نسينا او مطروح والوضع في ليبيا والتاثير، تهريب السلاح، تهريب المخدرات، تهريب الترامادول، تهريب الاشياء التي تهدد الشباب وتهدد. انا موافق على كل ده، انا سؤالي بس يعني كيف الذي تعرض لي التعذيب يوافق على استمرار اريد التعذيب. ان الخص لك العرض اللي انا اعرضه، انا ارى ان حقوق الانسان تمشي في خط متوازي مع تحقيق الامن مع الاستقرار السياسي. يعني انا اامل في تحقيق نوع من الاستقرار السياسي، الحد الادنى من الاستقرار السياسي الذي يصاحب تحسن في وضع حقوق الإنسان الذي لا أرضاه الآن. أنا لا أبرر، يعني أنا قلت أنا أتفق مع الأستاذ حافظ في أن الوضع غير 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 مرضي تماما، ولكن أنا بحاول أربط بعوامل أخرى. شكرا دكتور طلعت. دكتور نيفين، عايز أكلمك على الحريات بشكل عام، وإحنا رصدنا الحقيقة أنه المواطنين بيرفضوا تقييد أي حريات، وعندنا مثل شهير تم خلال الفترة السابقة، وهو حينما فرض سيادة الرئيس محمد مرسي حظر التجول على مدن القناة الثلاث. ها كان مفيش حظر تجول، وعملوا دوري وعملوا، يعني بتفسري بإيه ده؟ يعني ليه المواطن بقى مصر على يعني على أخذ حريته وحقوقه كاملة؟ ها، وهل ده نتاج رد فعل لممارسات عنيفة من السلطة، ولا هو فعلا بعد الثورة نقدر نقول النهاردة بعد سنتين ونص أنه لا رجعة في التنازل عن حق المواطن سواء في مواطنته أو في حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي تشير إلى ذلك؟ يعني هو السنوات الأخيرة من حكم مبارك نفسها كان فيها انتزاع لحيز أكبر من الحقوق والحريات قبل ما نوصل حتى للثورة، يعني وكان سقف الـ ما يسمى بإهانة الرئيس، وبحطه بين مزدوجين، كان عالي جدا. يعني نقرأ مثلا في جريدة الدستور أيام ما كانت بتصدر، أتحسب أن أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، في إشارة لحسني مبارك، أو ماذا لو مات الرئيس، أشياء من هذا القبيل. ووقتها كانت الأمن في قمة سطوته وقمة عنفوانه، الحركات الاحتجاجية التي كانت تملأ الشوارع وتغص بها الطرقات، يعني
بواكير او ارهاصات هذه النزعة الانتزاع كانت موجودة. طبعا الثورة بحكم طبيعتها هي فعل تلقائي، وعدم الالتزام بحظر التجول بدأ من ايام الثورة، ولا يوم الناس جلست في بيوتها ولا التزمت بمواعيد التظاهر. فهذه الظاهرة موجودة من الأصل في مرحلة ما قبل مبارك وفي أثناء الثورة وفي أيامها ال 18. الناس بيداخلهم شعور أنهم ما فعلوا الثورة إلا لكي يثوروا على ما مضى، وليس من المتصور أن تقل حريتهم أو يقل مستوى ما يتمتعون به من بحبوحة في طرق وسائل التعبير عما سبق. فبالتالي يعني هذا يفسر لنا لماذا بقى هناك إصرار وكذا. شكرا دكتورة نيفين. ننتقل إلى جمهور الحبيب. نبدأ منين المرة دي؟ نبدأ من الصف الأول نشوف الأستاذ الميكروفون. السلام عليكم، انا محمود الاسناوي، صحفي ومذيع. كنت عايز اتكلم في اول نقطه كنت حضرتك ذكرتيها في حقوق الانسان بالنسبه للتوظيف. التوظيف بالنسبه للناس اللي هم اهاليهم سابوا مصر علشان 40 سنه فاتت او 60 سنه فاتت ما كانش في مستوى معيشي كويس، والدي مثلا او جدي او كده. احنا انا عن نفسي اتولدت وعشت واجيال كتير بره مصر، يعني في عدد تقريبا احصائيه في 7 مليون مواطن مصري واسرهم خارج الجمهورية، دول مهمشين. وأنا لما رجعت مصر كمواطن كمثل مفيش ليا أي حقوق إنسان للتوظيف للتشغيل، وعندي طموح إن أنا أكون أسرة وكل ده، دي حاجة شخصية بالنسبة لي. تاني حاجة، أنا بوجه الكلام لحضرتك المسؤول عن حزب الحرية والعدالة، هو المستشار القانوني، المستشار القانوني، أحد مستشار القانون واحد قيادات جماعة الإخوان المصريين. الأستاذ جمال تاج أيضا كان يعني من النقابيين المعروفين في نقابة المحامين المصريين ما قبل الثورة. تمام. احنا لما بنتكلم عن حقوق المواطنه، في احنا دلوقتي بنمس حقوق الناس، حتى الحسيني ابو ضيف او اللي اتقتلوا من جماعه الاخوان او من الاسلاميين اللي هم جم وقت مناصره الرئيس مرسي قدام رئاسه الجمهوريه. احنا بنتكلم على حقوق انسان متوفي، فاحنا اساسا ما ينفعش نتكلم فيها لان في قانون وفي دستور بيقول ان المحكمه هي اللي بتحكم بالقانون الوضعي اللي موجود حاليا. فانا بتكلم في نقطه بس عشان باقي زمايلك يعني بس اخر نقطه لحضرتك، انه نحرص على ان المواطن روح قبل ما يكون اداه تستغل سياسيا. اللي جنبك ماشي. هو سؤالي للاستاذ طلعت، هو اللي بيبرر الحكر على حقوق الانسان بالامن الداخلي، هو في نظريه، انا اولا احمد قمر طالب في كليه اعلام جامعه الازهر، في نظريه بتقول النظم السلطويه اللي دايما بتبرر المبررات زي الامن القومي، الفدن الداخليه، الفدن الخارجيه، لقمع المواطنين وقمع حقوق الانسان وقمع الاعلام. فاعتقد كل النظم الاستبداديه والسلطويه بتطبق النظريه دي وبتطبقها بالحرف اتطبقت في عهد مبارك، وطبق جزء منها في عهد مرسي، واتطبقت برضه في عهد السادات بجزء صغير، واتطبقت في عهد عبد الناصر بجزء كبير. فهو الامن الداخلي عمره ما كان مبرر للاحتكار على حقوق الانسان. شكرا جزيلا. الاستاذ احمد اتفضل. جايين تاني. الحقيقة أنا سؤالي للدكتور طلعت، أنا سعيد جدا أن حضرتك تستشهد بكاميرون فيما يخص الأمن وحرية المواطن، فهل أنت عندك استعداد أنك تسترشد كمان ببريطانيا في مسألة المواطنة بقى وحرية العقيدة؟ يعني ده سؤال مهم. وإيه مفهوم حرية العقيدة عند حضرتك؟ هل يتوقف بس عند الإسلام والمسيحية واليهودية، ولا في حرية أخرى؟ يعني إيه شايفها إزاي؟ وبس يعني شكرا. شكرا أستاذ أحمد، عشان ما عندناش وقت للدكتورة نيفين. يعني هو انا ما وجدتليش اسئله، بس انا عايزه اقول نقطه. انت قلت لي التشغيل، انا متفقه تماما. هو بيتكلم على المواطنين اللي بيعيشوا بره مصر. هي فكره جوه او بره سيان. انت لو في فرصه عمل متوفره وانت تقدمت اليها، سواء كان تاريخك في الخارج وعدت يعني اليوم، او انت اكملت مشوارك التعليمي في مصر وهناك فرصه عمل، فيفترض ان يكون التنافس على هذه الفرصه بينك وبين الاخر على قدم المساواه، ويكون المحك هو معيار الكفاءه. انا قلت كده كحقوق انسان هقدر انا الجا للقانون مثلا او الحاجه
باعتبارك طبعا انت مواطن مصري، طبعا انت مواطن مصري، يعني كونك قضيت معظم حياتك او هل انت تنازلت عن جنسيتك؟ اذا تنازلت عن جنسيتك لا يكون لك الحق فيه. هو المخرج كمان ما هو مش هيتكلم ومعهوش مايك برضه، في حقوق مخرج مش هنسيب المخرج كده. نقطه انه اما انا او الفوضى كثيرة ما قالها مبارك، وفكرة عجلة الإنتاج ونحن محتاجين إلى الاستقرار، يعني نفس الشعارات حتى ما فيش تجديد، يعني عجلة الإنتاج والأمن هي نفس المقولات. ففي الحقيقة أنه التبرير انتهاكات حقوق الإنسان باسم الأمن يعني تبرئ مبارك من تهمته. شكرا دكتورة نيفين. دكتور طلعت، أنا توجه لي سؤالين. السؤال الأول اللي خاص بأن النظم الاستبدادية فقط هي التي تحتج بالوضع الأمني أو الداخلي بالأمن الداخلي، أمن الداخلي أو بأي قيود لتبرر حالات انتهاكات حقوق الإنسان. أعتقد أن بريطانيا ليست نظاما استبداديا وليست سلطويا، وأنا العبارة التي ذكرتها أن هذه قيلت وموثقة عن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، دي واحدة. الشق الثاني أن أنا لا أكتفي فقط في مجال حقوق الإنسان بأن أقول لك الأمن الداخلي. المادة 29 فقرة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هقراها عليك، بتقول لا يخضع أي فرد في ممارسة حقوقه وحرياته إلا القيود التي يقررها القانون، مستهدفا منها حصرا ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاء الجميع في مجتمع ديمقراطي. العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية نص في المادة 12 فقرة 3 خاصة بحرية التنقل وحرية اختيار مكان الإقامة، قال لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي. أنا مش بقرارك من أي نص إسلامي أو وثيقة ولا بقول من القرآن ولا بقول من السنة، أنا بقول من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم. هذه الفقرة تكررت في المادة 14 الخاصة بالمساواة أمام القضاء، تكررت في الفقرة في المادة 18 فقرة 3 الخاصة بحرية الفكر والوجدان والدين، تكررت في المادة 19 فقرة 3 الخاصة بحرية التعبير، تكررت في الفقرة في المادة 21 الخاصة بالتجمع السلمي، والمادة 22 فقرة 2 الخاصة بحرية تكوين الجمعيات والنقابات. يبقى ده أصل موجود، السلطة هي اللي ممكن تنفذه غلط. يبقى أنت ما تلومش عليا أن أنا بتكلم عن هذا الشق. طب عشان الوقت يا أستاذ دكتور طلعت، بس كان طيب أحمد ننتقل إلى الشق الثاني. أنت ذهبت إلى كاميرون في الشق الثاني المتعلق بحرية العقيدة بشكل عام. أنا هقرأ لك النص من الدستور عشان يبقى الأمر واضح، هقول لك رأيي. هو بيسألك لك يعني أنت استشهدت؟ لا، هقول النص أولا حتى السادة الحاضرين والسيدات الحاضرات يعني يشوفوا الفرق اللي هو في البعض يعني بيحصل عنده خلط. المادة 43 من الدستور بتقول حرية الاعتقاد مصونة نقطة، وكل الناس اللي موجودة ناس لها خلفية قانونية، الأستاذ حافظ طبعا علم ومعروف، الأستاذ جمال دكتورة العيوم السياسية لا شك أنها الشق القانوني فيها مرتفع جدا، فكون أن أنا أقول فقرة وأضع نقطة يبقى دي بتفصلها عامة بعدها. أما أتكلم عن حرية الاعتقاد، قال حرية الاعتقاد مصونة نقطة كويس. على فكرة أنا كنت في اللجنة الخاصة بحقوق الحريات في الجامعة التأسيسية اللي كان بيرأسها المستشار إدوارد غالب سيفين، كان هو رئيس اللجنة، وكنا يعني أنا فاكر حتى المناقشات يعني تناقشنا في هذه المادة حوالي ثلاث جلسات لأن فيها كلام كتير جدا، فأنا فاكر تفاصيله. بعد كده لما جينا بقى الفقرة الثانية دي اسمها الفقرة الأولى من المادة 43، لما انتقل للفقرة الثانية قال إيه؟ وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية فصلة. يبقى احنا أصبح عندنا حرية العقيدة ده موضوع، ممارسة الشعائر ده نوع تاني. النوع الثالث بقى اللي انا هكلمك عنه قال ايه؟ واقامة دور العبادة للأديان السماوية، واخد بالك؟ وجاء في الفقرة دي اللي خاصة باقامة دور العبادة. يبقى احنا بنتكلم على ثلاث ايه مواضيع: حرية العقيدة، ممارسة الشعائر،
إقامة دور العبادة. فما تجيش أنت تخلط بين الثلاث مفاهيم. جاء في المفهوم الثالث وقال إيه؟ قال هو قال هنا هوت الأديان السماوية اللي هم الإسلام والمسيحية واليهودية. كويس؟ هنا اللي الناس اتكلمت قالت والأقليات الأخرى الأديان الأخرى البهائيين والبوذيين و و و و إلى آخره. هو لم يمنع هنا حرية العقيدة، إن إحنا بنعتقد كمسلمين حتى من الشق الديني إنه لا إكراه في الدين، يعني أنا ما ينفعش أنت أصلاً لو دخلت بدين الإسلام مكره لا يقبل منك هذا الإسلام، يعني عند ربنا ما بقاش مقبول، لا إكراه في الدين. وبالك وربنا بيقول للنبي أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ مش ممكن، مش ممكن. وقال في سورة الأعراف على لسان سيدنا شعيب لما قالوا له إيه إن أنت ترجع الدين بتاعنا تاني، قال إيه يعني احتج عليهم قال أولو كنا كارهين. فالإكراه ما ينفعش، إن ده الشيء العقيدي، ده الشيء العقائدي القلبي اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. شكرا دكتور طلعت الرؤية. فأنا فلابد أنا بقول لك طلعت هو كان بيسأل أنا بقول لك يعني لماذا يعني لماذا تذهب إلى كاميرون في حاجة وتسيب حاجات وتسيب حاجة تانية؟ لا لا إحنا حرية العقيدة في مصر، حرية العقيدة اعتقاد مكفولة. شكرا دكتور طلعت، شكرا استاذ حافظ. اسمح لي انا اسالك بقى استاذ حافظ، اسمح لي اسالك انا عندي سؤال برضو من هنا. بس انا عايز اسالك الحقيقه، يعني سؤال اعتقد انه في غايه الاهميه. يعني كيف يستقيم وضع حقوق الانسان في ظل وجود جماعات تعبر عن الراي بالعنف، قطع طرق، تروع امينين، ويرى البعض انها يتم ذلك برعايه قوى سياسيه معارضه؟ يعني هل كل هذا الاطار يتسق مع مفهوم حقوق الانسان يا استاذ حافظ؟ شوف انا طبعا يعني اقدر اقول لك انه يمكن استخدام هذا الامر من اي نظام سياسي عشان يعطل حقوق الانسان، بمعنى انه وجود جرائم بتتم في المجتمع هذا مسؤوليه على جهاز الامن لمنع هذه الجرائم وانفاذ القانون في مواجهه اي حد بيعمل احتجاج، لكن ما اقدرش اعطل او ااجل التمتع بحقوق الانسان لان عندي مجموعات من الجماعات الاسلاميه. انا عايز اقول لحضرتك على فكره ده كان الارجمنت او المناقشه او الموضوع الاساسي اللي بيستخدمه نظام الرئيس مبارك مع الدول الاوروبيه والاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه في تعطيل الديمقراطيه. كل ما يجوا يقولوا انا عندي ارهابيين وعندي جماعات متطرفه وعندي ناس بتقتل الناس في الاقصر وبتقتل الناس في كذا وكذا وكذا، واستخدم هذا لمده 20 او 30 سنه في تبرير لانتهاكات لحقوق الانسان. انا يعني يقوم جهاز الامن بوظيفته يحمي الطريق العام، ينفذ القانون، يقبض على اللي بيقطع الطريق، هيلاقي الدنيا ماشيه تمام. واحد يتمتع الناس بحقوقهم ولا قيد. انا بس عند الدكتور بقى فيما يخص المواد اللي جاب، انا في جزئين، دي الوثيقه اللي صدرت سنه 66، لكن في حاجه اسمها التعليقات في اللجنه المعنيه بحقوق الانسان شرحت المفاهيم دي، لان جت لها بقى تفسيرات كتيره جدا من دول العالم الثالث ومن دول العالم المتاخر ودول العالم كذا، تقول لك لا ده انا لاعتبارات النظام العام، ده انا لاعتبارات الامن القومي، ده انا لاعتبارات الصحه العامه، ده تطبيق الحكومه. ما انا اقول لك انا قلت إيه؟ لا المصطلح موجود، لا حتى بالتفسيرات موجود، لكن الاساءه تاتي من تفسير الحكومه. لا يقرا فقط الوثيقه دي، لا تقرا فقط، لكن تقرا التعليقات اللي صدرت على الامم المتحده تطبيقا، لانها واجهت المشكلات دي، واجهت مشكلات ان حد يقول له مفهوم الامن القومي. فمفهوم الامن القومي مش مفهوم مطلق، مفهوم الامن القومي ده ليه محددات يعني يمكن محددات بعينها. اديك مثلا، لو نزلت مجموعات بتكسر وسط البلد ومحلات وسط البلد، انا اقدر استخدم مفهوم كاميرون هنا، اقدر اقول على الامن انه ينزل ويضبط هذا ويقبض على هؤلاء وياخدهم ويودهم اسم الشرطه وبعدين يعرضهم على النيابه العامه وهكذا. ده مفهوم الامن القومي، لكن مش معناها انه كاميرون سمح بالتعذيب. لا يعني لو ده حصل لا متفق معك. انا بقى في الحاله دي اقول لك بقى بريطانيا تنتهك حقوق الانسان، انما ما حصلش ان كاميرون اباح للتعذيب ولا الاعتقال التعسفي ولا منع الصحفيين من التعبير عن الراي ولا صادر برامج التلفزيون ولا ده، ما حصلش ده في اي دوله ديمقراطيه. انما ايه بقى، حتى القبض على الناس دي كان بقرار من المحكمه، بمعنى انه حتى وهو يامر اجهزه الامن ده في الولايات المتحدة على فكرة وفي بريطانيا، عندما قامت الشرطة بالقبض على قضاء أولا وحدد مناطق معينة ما حدش اقترب منها كان بقرار المحكمة. فبالتالي ده مفهوم حقوق الإنسان وعلاقتها بالنظام العام أو الأمن القومي أو الصحة العامة. طبعا من حق المواطن إنه يروح يصطاد من النيل، لكن لو راح يحط سم في النيل ده أمن قومي، أقدر هنا أمنعه، بمعنى إنه ما يروحش للنيل عشان يصطاد يرمي فيه سم. وده مفاهيم محددة
وفي أضيق الحدود. بس في نقطة تانية مهمة جدا في النص ده فضل. لازم ناخد بالنا منها، أن كل هذا في دولة نظامها ديمقراطي، بمعنى الذي يشرع هي سلطة تشريعية حقيقية تعبر عن المواطنين. فهي لما تحط قيود فيما يخص الحقوق أو التمتع بالحقوق لمعايير الأمن القومي، فهي تضع في اعتبارها بالأساس ألا تحيف على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. يعني من الواضح أنه مشكلة كبيرة جدا في حقوق الإنسان، ما زالت الأمور صعبة. ولكن أستاذ حافظ أبو سعدة والضيوف الكرام كلهم تقريبا بيسألوا على القوانين، بيسألوا على دستور أبو القوانين. هل لدينا تكريس لمفهوم المواطنة وحقوق الإنسان داخل الدستور اللي عندنا؟ الإجابة على هذا السؤال بعد فاصل قصير. الدستور غير متوافق عليه، الدستور محل خلاف كبير ما بين كافة القوى السياسية، سواء من طريقة إعداده أو من طريقة الموافقة عليه. أيضا الدستور خاصة فيما يتعلق بالمواطنة وحقوق الإنسان عليها الكثير جدا من علامات الاستفهام. قبل أن أسأل ضيوف الكرام هذا السؤال، دعونا نذهب سويا لنشاهد التشريعات ماذا كانت في الفترة الماضية. الدستور المصري الجديد جعل من المواطنة أساساً للنظام السياسي بشكل يساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، وبدون تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. إحنا إخوات، أهلا إحنا إخوات. فعلى مستوى الحرية الدينية، وبرغم أن المادة 43 تكفل حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة، لكن عدم صدور قانون دور العبادة الموحد ما زال يمثل أحد أسباب الاحتقان الطائفي الذي يتطور عادة إلى اشتباكات طائفية. مسيحي مسلم واحد، طول عمرنا واحد. وبينما يكفل الدستور حرية الرأي والصحافة ووسائل الإعلام، فإن عدد البلاغات المقدمة ضد الإعلاميين بتهمة إهانة الرئيس بلغت خلال 6 أشهر فقط 4 أضعاف ما شهدته الأعوام 30 من حكم الرئيس السابق حسني مبارك، فضلاً عن حبس الناشطين المعارضين للرئيس والاعتداءات على الصحفيين. السيد الرئيس، الإخوة الأعضاء، حق تكوين الجمعيات الأهلية أحد الحقوق التي كفلها الدستور، وأصبحت محل لغط كبير بسبب تقديم مشروع قانون في مجلس الشورى وصفته منظمة Human Rights Watch بالقمعي الذي يضع الجمعيات الأهلية تحت سيف السلطة. الأمر ينطبق كذلك على مواد أخرى تكفل العدالة الاجتماعية والرعاية الصحية والخدمات التعليمية، لكنها تبقى مواد نظرية دون تطبيق على الأقل حتى إشعار آخر. إذن ماذا قدم الدستور للمواطنة وحقوق الإنسان؟ أقدر أسألك السؤال ده أستاذتنا الدكتورة نيفين؟ يعني خليني أنظر نظرة نقدية لبعض الحقوق المتضمنة في الدستور. للمواطنة وحقوق الإنسان. طبعا المواطنة وحقوق الإنسان هما الاثنين يعني شديد الارتباط. يعني لأول مرة يعني منذ الدستور 23 يخلو نص الدستور من ذكر معايير التمييز. كان يعني على عكس ما قيل في التقرير انه عدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين او الجنس او اللغه او كذا، لا، عدم التمييز نقطه. في مداولات الجمعيه التاسيسيه كان اقترحت المزيد من المعايير، زي معيار مثلا الوضع الاجتماعي، زي معيار مثلا الاتجاه السياسي، زي معيار الاعاقه. فلما نقول مجمل هذه المعايير ففي الحقيقة إحنا بنشملها، إنما نقول عدم التمييز بين المواطنين وفقط، فممكن يرد أي معيار من معايير المفارقة بين المواطنين. واحد.
اثنين انه المرأة العادية التي هي مثلي ومثل الكثيرات من الموجودات في القاعة التي لا هي معيلة ولا هي مطلقة ولا هي أرملة ليس لها وجود في الدستور في الدستور. اثنين ثلاثة تأخير إعلام المقبوض عليه بأسباب القبض عليه لمدة 12 ساعة وعدم إبلاغه بها فورا علامة استفهام. أربعة خلت يعني الدستور بيخلو من تجريم تسجيل المراسلات والمحادثات وبيكتفي بلفظ المراقبة، يعني ممكن أراقب ولكن ما يعني ممنوع أراقب لكن ممكن أسجل. الكلام الخاص بالتعليم والصحة كلام إنشائي، فالنص على التعليم عالي الجودة لا يوضح المقصود بذلك، ما هو طبعا ده شيء يعني شيء مرسل. لأول مرة يتم تقنين العمل الإجباري بالنص على أنه لا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضى القانون. يعني إيه بمقتضى القانون؟ على فكرة كسرة الإحالات إلى القانون بتفتح مجال للتهرب من النصوص الدستورية وده اللي حصل في القانون المشار إليه الخاص بتشكيل الجمعيات الأهلية واللي في الحقيقة استحدث ما يسمى باللجنة التنسيقية التي أصبحت هي يعني بمثابة المهيمنة على المهيمنة النشاط وعمل الجمعيات كما قيل انه المسودات الاولى للجمعيه المسودات الاولى لهذا المشروع كان بتتضمن تشكيل هذه اللجنه التنسيقيه من اعضاء في الامن، فهذا هو المسكوت عنه في المشروع الجديد. فهل معنى ذلك انه سيعاد تشكيلها بواسطه رجال الامن؟ السماح بتشغيل الاطفال قبل تجاوزهم سن الالزام التعليمي طالما كان ذلك في اعمال تناسب عمرهم، ده مذكور في الماده 70. غياب الحق في الحياة يعني وللأمانة مش موجود هنا بس، يعني مش غياب هنا فقط ولكن غياب في دستور 71. يعني فكرة أبو الحقوق، إذا قلنا أنه الحق في الحياة هو أبو الحقوق كلها بيتفرع منها بقى منع التعذيب، منع التمييز، كفالة التنقل، كفالة الشغل إلى آخره. فيعني لماذا هذا الغياب؟ طبعا حيترد على كده يقول لك أنه علشان ما تتهربوش من عقوبة الإعدام وأشياء من هذا القبيل، لكن يمكن جدا النص على الحق في الحياة بما لا يتعارض مع الإضرار بحياة الآخرين أو التعدي على حياة الآخرين، لكن هذا الحق غائب في الدستور. النص الخطير الذي يربط ممارسة الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع مقومات الدولة والمجتمع التي تضمن حق المجتمع في حماية التقاليد المصرية الأصيلة، وهذا يبيح التدخل في الخصوصيات. الحق الذي تعطيه المادة الثامنة للمجتمع في التكافل والتضامن للحفاظ على الأمن والأعراض والأموال بما يجعل هذا من شريحة من المواطنين أو فئة من المواطنين قوامة على الفئات الأخرى. يعني آلية تشكيل المجالس الوطنية، مجلس وطني للإعلام، مجلس وطني للتعليم. يعني أنت يا دكتورة إجمالا يعني شايف الدستور بعيد عن تكريس مفهوم المواطنة وحقوق الإنسان؟ لا طبعا، في يعني هو بطبيعة الحال في يعني أشياء إيجابية لكن في المجمل بعيد عن يعني طبعا بعيد عن ما كنا نتصور. شكرا. فكرة شكرا المجالس الوطنية دي بس أريد أن أقول هي في الحقيقة مجلس وطني للتعليم، مجلس وطني للإعلام إلى آخره، وفي الحقيقة هدفه تأميم هذه القطاعات والهيمنة عليه. شكرا دكتورة نيفين. خلينا بقى ناخد من الناحية التانية عشان ما بقاش ولا ماليش في الجولة دي كلام. ايه هنقفل بيك يا استاذ حافظ. طيب. انت راجل رئيس المنظمة المصرية للحقوق الإنسان، هنقول ايه؟ اقفل بيا. اعتذر زميل، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. احمد عبد السميع، محامي. لو كنا بنتكلم النهارده عن موضوع من اخطر واهم المواضيع اللي هي موضوع حقوق الانسان، فانا بتوجه بالسؤال للاستاذ حافظ. انا عايز اعرف دور منظمة حقوق الانسان اللي هي تعتبر أمل الشعب المصري ككل في الانتهاكات اللي بتحصل يوميا قبل الثورة وبعد الثورة، مفيش فرق جديد لا قبل ولا بعد. السجون المصرية، مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية، الأطفال وما يتعرضون إليه من انتهاكات. النهاردة قبل ما أجي والله العظيم أنا قريت عن حادثة عن بنت دخلت مستشفى أمراض نفسية فوجئوا إن هي خرجت حامل في الشهر الثالث. هل مين المسؤول عن ده كله؟ شكرا جزيلا. شكرا يا شباب، انا بشكركم. اذا استاذ حافظ ابو سعده، لديك لماذا لم تنضم مصر الى الجنائيه الدوليه؟
أيضا ما هو مستقبل منظمة حقوق الإنسان؟ وأيضا يعني الأستاذ العزيز طرح مشكلة المستشفيات العقلية، طرح عملية الأطفال، وتحدث يعني بأمور أعتقد أنها مهمة. ثم السؤال يعني لحضرتك أيضا، حدثنا عن الدستور ومدى التزامه بالمواثيق والمعاهدات الدولية، وهل هو من وجهة نظرك كحقوقي موارس لهذه المهمة في المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لأكثر من 20 سنة اللي موجود في الدستور ده، رضيكم بعد ثورة ولا ما رضاكمش يا أستاذ حافظ؟ هبدأ بالترتيب يعني الأسئلة اللي حضرتك قلتها. المحكمة الجنائية الدولية أنا طبعا مندهش لغاية دلوقتي ليه موقعناش عليه، وأنا أحكي حاجة مهمة جدا في الموضوع ده سريعا. يعني أحد الأشخاص الفاعلين في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية كان الدكتور شريف بسيوني، وهو رجل حقوقي مصري وأستاذ قانون في ميتشيغان وأستاذ رئيس المعهد سيراكوزا، يعني حد يعني الجنائية في إيطاليا وراجل يعني، وكان مكلف من الأمين العام بإعداد الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد المواثيق. جه قابل حسني مبارك عشان مصر توقع، وكمان عشان هو ممكن يبقى النائب العام، كان ساعتها في إمكانية إنه يبقى النائب العام لأنه حقق قضية يوغوسلافيا السابقة، المجزرة الكبرى بتاعت سبرينيستا، وبالتالي فكان السؤال اللي طرحه حسني مبارك عليه حاجتين. السؤال الأول، الرئيس يمكن أن يلاحق؟ قال له بصراحة يا فندم ممكن. السؤال الثاني، كم حاجة معلومة يعني، السؤال الثاني، الجنود الأمريكان ممكن يلاحقوا اللي موجودين عندنا هنا؟ قال له أيوه يا فندم ممكن. قال له خلاص أنا واقعي. فقال له ان شاء الله نتقابل مره تانية باذن الله ونشوف الموضوع وكذا، وهم هيدرسوا وهيعرضوا عليا وكذا. يعني ده كان في العهد ده. انا الوقت كمصر عندي اهميه ان انا اوقع لكذا سبب. واحد، ان انا ابقى جزء من المجتمع الدولي فيما يخص حمايه حقوق الانسان الدولي، اي انتهاكات تحصل في دوله جاره، في اي كلام ضد مصريين، ضد عرب، ضد فلسطينيين، ضد كذا، اقدر ابقى عندي الحق في الطلب تحريك الدعوه الجنائيه، لان ده احد اسس الحاجه الثانيه، ان كمان احمي المواطن المصري، اي مسؤول يعرف، لانه الجريمه دي، الجرائم ضد الانسانيه، اربع جرائم جواها، منها التعذيب والاختفاء القسري والقتل والتطهير العرقي، وبالتالي المواطن المصري مش من حقه أن يتمتع بالحماية الدولية لحقوقه إذا انتهكت، وبالتالي يقدر يحدث. فالمحكمة مش مفهوم حتى هذه اللحظة لماذا يرفض التوقيع على المحكمة الجنائية الدولية، لا سيما في نظام تعهد باحترام حقوق الإنسان وجاء بعد ثورة. أهم شعارات حطيناها في الدستور ده في المقدمة، وضع شعار الثورة في المقدمة، وأنا بصراحة أكتر حاجة عجباني في الدستور بصراحة يعني بصراحه المقدمه. ايوه كتبت دي، كتبت بعض الدستور بس لكن ملتزم بالمعاهدات الدوليه. لا ايوه دي نقطه بقى خطيره جدا ومهم جدا. أيوة. نشوف المناقشات كانت على موضوع المجتمع الدولي والاتفاقات الدوليه ازاي. في شيء معادي للاتفاقات الدوليه، في كلام غير فاهم المجتمع الدولي ده يعني ايه، الاتفاقات الدوليه هي ايه وقانون ازاي. وبعدين بصراحه في جزء في يعني غياب معلومات، يعني ايه يعني واستخدام المسألة الجنسية، يقول لك ايه، طب نوقع على اتفاقيات فيها شذوذ جنسي. يا عم طب مش ممكن تقروا الاول يعني، يعني انا مستغرب ان دي استخدمت مثلا ضد اتفاقية السداو رغم ان ده مش موجود. ومصر وغير كده مفهوم عند المشرعين يبقوا عارفين ان الدول لها حق التحفظ وبتحفظها على حاجات وكذا. اخر يعني النقطة الاخيرة بقى قانون الجامعات الاهلية. انا برضو في الحقيقة مش فاهم ان احنا نطاق المنظمة المصرية اللي انا ممثلها دي فضلت 18 سنة غير مسجلة، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان أيضا فضلت تقريبا نفس المدة أكتر منها قبلها أو أكتر هي قبلها بسنتين أو بثلاثة وبالتالي إحنا كنا فرع المنظمة العربية وبعدين بقينا المنظمة المصرية، والاثنين ما تمش الاعتراف بيهم إلا في وقت متأخر 2003 تقريبا إحنا الاثنين. وكان مفهوم النظام بيعمل كده ليه؟ وإحنا نضلنا في المرحلة، وأنا بقول السؤال اللي حضرتك قلته، كنا بنشتغل في فترة يعني الرئيس مبارك في أجواء شديدة العدائية، وبصراحة كان كل زبايننا أو كل الناس اللي بندافع عنهم، الأستاذ جمال تاج وزمايله وبقية الحركة السلفية والحركة السلفية الجهادية والأستاذ الجهاد والجماعة الإسلامية والتنظيمات برضو النصرية، ولأنه كان فيه مش بس اللي تعذبوا قبل الثورة، كانوا بس الإسلام والنصريين، وأنا هو أنا ضحية تعذيب، دي علامة تعذيب في وشي في قضية مشهورة جدا، ودكتور محمد السيد سعيد رحمة الله عليه وشام مبارك ويعني عدد كبير جدا وأمير سالم. طب إيه المستقبل الشهير. معلش عشان وقتنا ما هو مستقبل منظمة حقوق الإنسان من وجهة نظرك في ظل القوانين والتشريعات واللي أنت شايفه؟ بس عايز أقول حاجة مهمة جدا بصراحة يعني حضرتك موجود معنا، أسوأ قانون للجامعات الأهلية وأسوأ من كل القوانين القانون الحالي أستاذ حافظ أبو سعد. بس آخر نقطة بقى في الدستور، ففي الدستور في الحقيقة أنا
الجزء اللي ان شاء الله لما نعدل الدستور نحطه فيه اللي فكره انه ضمانات حقوق الانسان. انت فعلا في عبارات جيده وموجوده حلوه والحق في الحريه راي والتعبير ولا كذا، لكن ضمانات التزام السلطه التنفيذيه عندما تقوم بالتشريع بعمل ده كان لازم تبقى موجود. وده اللي انا كنت بقوله في الفقره اللي خدوها من الدستور الالماني الخاصه بالكرامه الانسانيه. خدوا الفقره الاولانيه وسابوا اربع فقرات تلزم السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه والسلطه القضائيه واي مسؤول على الاراضي الالمانيه ان يحترم هذه الحقوق والكرامه والا يصدر اي تشريع او ينفذ اي قرار يخالف الحق في الكرامه. استاذ حافظ ابو سعد رئيس المنظمه المصريه لحقوق الانسان، بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا. انا عايز جمله بس يا دكتور طلعت، رايك في مستقبل حقوق الانسان والمواطنه في مصر؟ يعني انا عندي امل ان احنا هنتقدم ان شاء الله في هذا المجال. دكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونيه، بشكرك شكرا جزيلا. دكتوره نيفين، انا عندي امل في ان نتمكن من خلال حركة تصحيحية من تعديل وضع المواطنة وحقوق الإنسان. دكتورة نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو المجلس القومي للمرأة، بشكرك شكرا جزيلا. أستاذ جمال، أنا بتضامن مع الأخ حافظ في المسألة دي، أن توضع الضمانات الكافية لتطبيق واحترام هذه النصوص من السلطة التنفيذية. وأعتقد بأنه إن شاء الله في حالة وجود توافق على التعديلات الدستورية من الممكن أن نضاف هذا النص. أستاذ جمال تاج القيادي بجماعة الإخوان المسلمين ومستشار حزب الحرية والعدالة، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا إلى الحضور الكريم من شباب مصر من المواطنين. إذا كنا نتحدث عن المواطنة وحقوق الإنسان، المواطنة وحقوق الإنسان في مصر تحتاج إلى المزيد من الضمانات. تصبحوا على خير.